تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. يا عطرة مستمعتي مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا إلى لقاء جديد في سنة جديدة. إن شاء الله تدخل علينا جميع بالصحة والعافية والهناء والرخاء والتنمية والمحبة والتضامن بيننا من أجل مغرب قوي، مغرب منتج، مغرب يجمعنا، ومغرب فيه مكان لنا جميعا. هي أول حلقة مستمعاتي مستمعي الكرام في برنامجكم من الملاعب الرياضية في السنة الجديدة، وبرنامجكم من الملاعب الرياضية والقسم الرياضي في موسمه 17، 17 سنة الآن من الخدمة، 17 سنة منافسات في مجال إعلامي اخترنا أن يكون لنا صوت، يكون لنا مكان في المنظومة، ونعتني بما يهمشه الآخرون، وخدمة إذاعة MFM كإذاعة خاصة ولكن تقدم خدمة عامة. نعم، غادي نمشيو للرياضة الجامعية وغنمشيو إلى كرة القدم داخل القاعة ولكن بالجامعة. معنا زميلنا عمر شباك. سي عمر، مرحبا بك سي محمد أبو سال، مرحبا بالإخوان معك في العربة التقنية وفي البلاطو، وسنة سعيدة لكافة مستمعات ومستمعي برنامج من الملاعب الرياضية عبر أثير راديو MFM. كما ذكرتي سي محمد، إذاعة MFM دائما تكون متابعة لرياضة خاصة كرة القدم داخل الصالات بجميع مستوياتها، سواء الفريق الوطني المغربي أو القسم الوطني الأول أو الثاني. الآن هنا أمام الفريق الوطني المغربي الجامعي اللي كان في دورة بالإمارات العربية المتحدة. هذا الدورة اللي استمرت تقريبا أسبوع من 24 إلى 31 من هذا الشهر. هذا وصل فيها الفريق الوطني المغربي إلى المباراة النهائية، ولكن مع الأسف هزم فيها بضربات الترجيحية أمام الفريق المصري بعد ما انتهت المقابلة 3-3. الفريق الوطني المغربي الجامعي قدم مشوار طيب في هذه البطولة، حيث أنه فاز على في المقابلة الأولى على الفريق اللبناني 6-0، فاز على عمان 8-0، فاز على السعودية 3-0، على البحرين 3-0، على العراق 5-1، وهنا كتسجل عليها أول إصابة في نصف النهاية، وتعادل مع الفريق المصري 3-3، ولكن ضربات ترجيحية كانت لصالح الفريق المصري. عن هذه المقابلة وعن هذه الدورة، كان لقاء مع المدرب ديال الفريق الوطني الجامعي سي هشام أغيغا اللي دلنا بالصريح التالي. نقربكم من أجواء هذه البطولة العربية والتي عرفت مشاركة 15 دولة عربية بمدينة العين بدولة الإمارات. تظاهرة مرت في أجواء جيدة، وكانت أول ظهور لهذا المنتخب الوطني الجامعي، فكان الهدف الأول والأخير هو جلب اللقب. لكن ما الشيء الذي لم يتأتنا لنا في المباراة النهائية اللي كان فيها الحظ حليف المنتخب المصري بضربات جزاء، زيادة على بعض العوامل كالضغط النفسي والعياء. ما نساوش راه لعبنا 6 مقابلات متتالية وبنتائج عريضة الحمد لله، إضافة إلى إصابة اللاعب المتميز معاذ السنة. المباراة اللي سيطرنا على جل مجرياتها، فهنيئا لنا كنخبة وطني بهذا الإنجاز، كما أننا سنعاود الكرة في قادم المناسبات ونحقق إنجازات أحسن. من هذا المنبر بغيت نشكر جميع اللاعبين على انخراطهم وقتاليتهم في جميع المقابلات، كما لا يفوتني شكركم على مساندتنا اللامشروطة طيلة هذه البطولة، وشكرا. نعم محمد، التذكير فقط في الفريق الوطني المغربي اللي ما حصلش على هذا الكأس هذه، ولكن حصل على 3 ديال الألقاب. أحسن دفاع لأن سجلوا له 4 ديال الأهداف فقط، أحسن هجوم لأن سجل 27 هدف. كان هداف الدورة هو أنس الدحاني 11 هدف، سفيان بختوس كذلك من لاعب المغرب 4 أهداف، وبدر الدين كنبوي 3 الأهداف.
نتمنى حظ اوفر في باقي المنافسات ديال المنتخب الوطني المغربي الجامعي اللي كما ذكرت كيشرف عليه السي هشام اريغا وكذلك اللاعب الدولي السابق سيد عدنان الشنقيطي. شكرا ابراهيم او صديقي عمر الشباخ، وحد موفق للرياضة الجامعية والرياضة المدرسية. الرياضة الجامعية كانت دائما هي رافعة أساسية للرياضة المدنية، أبطال كيتم اكتشافهم في الفضاءات المدرسية والجامعية. هذا المشروع إن شاء الله اللي دابا داتوا يعني التربية، وزارة التربية الوطنية مع بعض الفرق في دراسة ورياضة، فهو مهم لهاد لأنه كنلاحظوا المشروع هذا مهم غادي غيكون شويه الصبر، واحد 8 ديال السنوات 10 سنوات بنشوفوا ابطال في جميع يعني الرياضات في انواع الرياضيه، لانه متبعين تقريبا كنشوف فريق الفتح اللي خدا العاتق وانه ياخذ وليدات صغار في دراسه ورياضه في كاع لي ديسيبلين. دونك نتمنى ان شاء الله انه هاد الثقافه الرياضيه تكون عند جميع المدن جميع الفرق، باش يمكن تكون واحد النهضه انه المغرب يعني بالساكنه ديالو بالطاقه ديالو ان شاء الله باش يكونوا ابطال في المستقبل. غادي نمشيو الان الى كره اليد، والمناسبه شرط عاد عشنا المونديال ديال كره القدم في مونديال بثوب عربي وبلباس عربي. كاين ايضا من بين الرياضات الجماعيه اللي كتشارك في منافسات عالميه، كاس العالم المونديال ديال كره اليد للمره الثامنه، كره اليد للمره الثامنه مرتبط بعائله البوحدي، وبرافو عليهم صراحه. اكيد برافو، لانه شوف ما كاينش امكانيات، ما كاينش جامعه يعني قويه، ولكن كاينين اطور. لا هي قويه معنويا، ولكن امكانيتها ضعيفه. انا غادي ناخذ لك سي نور الدين بواحد الديوي، مادام جبتي العائله ديال بواحد الديوي اللي كان نحيوهم معايا. السي نور الدين بواحد الديوي، ولماذا نور الدين بواحد الديوي؟ هو المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن نور الدين بواحد الديوي فعاش هاد سبعه ديال الدورات، سبعه المرات راه هو المدرب ديال المنتخب الوطني الوحيد اللي ايضا ساهم وتحمل في هاد التتويجات كاملين اللي هما سبعه. برافو. نعم صراحه كناخذو هو وكناخذ بن عيسى بوجنوني كحارس مرمى، حتى هو حارس مرمى الوحيد اللي دار سبعه ديال المونديالات. السابع راه كان فيه السادس كان فيه كمساعد، ولكن في هاد في الدوره السابعه كان ايضا في التحليل حضر ايضا، لانه هما ما عندهمش قاعده في الاختيار، ما عندهمش قاعده. راه باش توصل لكوب ديمون انت ما عندكش قاعده باش تختار اللاعبين، كاينه صعوبه. حنا ناخذوا معنا السي نور الدين بواحد الديوي. المنتخب الوطني كيتواجد الان في بولونيا، شمال بولونيا، في مدينه دامسك. نتمنوا اولا الصحه والعافيه وسنه سعيده لهاد الاولاد ديالنا. سي نور الدين مرحبا بك. مرحبا بك وكل المستمعين الكرام، وسنه سعيده لكل المغاربه وللشعب المغربي قاطبه، ونتمنوا من الله هذه السنه تدخل بالخير والتيسير بالفرح والسعادة إن شاء الله، والنتائج والتأهول وكل شيء إن شاء الله كنقلبوا عليه. الآن هذه المرة السابعة، هنيئا لكرة اليد الوطنية ويتوقع على هذا الإنجاز. يعني قربنا شوية من المنتخب الوطني المغربي، هاد الأولاد اللي هما مشاو هادو السفراء تيحملوا مع الوطن في قلبهم، والتنافس غادي يمثلونا إن شاء الله. المنتخب الوطني أو كرة اليد المغربية هذه ثاني مرة غادي تشارك في بطولة العالم إن شاء الله بالسويد وبولونيا. الحمد لله قمنا بمعسكر تدريبي بمدينة الدار البيضاء وبعد مدينة إفران، وعلى طول جينا لبولونيا، والناس المسؤولين علينا مشكورين لأنهم يقولون هذه الظروف نعسكروا في دولة أوروبية ولعبوا مباريات مع فرق أوروبية، فمتواجدين في واحد المدينة بعاد على مدينة دانسك، ف
في فندق جيد وفيه كل اللوازم الرياضيه انه في قاعه مغطاه فيه المسبح فيه لي مويان دو ريكوبيراسيون في قاعه الحديد. الفريق كيتمرن تمرينين في اليوم، لعبنا مباراه وديه مع فريق من الدرجه الاولى كسبنا، ولكن ما نحسبوهاش انها معيار او فري تيست بالنسبه للمنتخب الوطني. الان اهم شيء على جهه بولونيا هو الدوري الدولي اللي غيكون في مدينه كاتويس اللي غتشارك فيه بولونيا وبلجيكا وايران، وهذا هو اللي غيكون بمثابه المحك الحقيقي للعناصر الوطنيه، لان غيلعبوا مع منتخبات المنتخبات كلها متاهله لكاس العالم. فبولندا منظمه كاس العالم، بلجيكا من احسن الفرق الاوروبيه، وايران من احسن الفرق الاسيويه، فاذا مدارس مختلفه. وغنلعبوا معهم مع يوم 4 يناير المباراه الاولى مع بلجيكا، يوم 5 يناير مباراه مع بولندا، ويوم 6 يناير مع ايران. فكنتمنى من الله انهم يكونوش الاصابات، لان الكل كيعرف بان كره اليد فيها الاندفاع وفيها الاحتكاك البدني، فكنتمنى من الله ان ما يكونش عندنا اصابات ونبقاو بكل العناصر الوطنيه ان شاء الله حتى نبداو المباراه الاولى. الاجواء جد هائله ما بين اللاعبين، هناك جو عائلي اخوي الحمد لله، الكل واعي بالمسؤوليه، الكل واعي بشنو كيتسنانا، لاننا كيف ما بديتي في الاول فالمغرب عشنا كلنا شهر ديال مونديال كره القدم، عشناه بالجوارح بالقلب والحمد لله. المنتخب المغربي حمل الوجه ديال كل المغاربه ووصل المربع الذهبي، وكان بامكانه يوصل كاع للنهايه وقبل البلاء الحسن، لا داخل الملعب ولا خارج الملعب. فالان حنايا اول رياضه غنجيو من بعد كره القدم، فحتى حنا المسؤوليه عندنا كبيره، لان لازمنا نفرحوا الشعب المغربي وما نظهروش بواحد الظهور اللي هو باهت، لان المغاربه ما يرضاوش بهذا، وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون الى الخير. نعم، نتمنى كل شيء كيتمنى الخير. الان بعد التوهج ديال المنتخب الوطني المغربي لكره اليد ديال كره القدم، الان الانظار تتجه الى كره اليد، واذا كان المنتخب الوطني المغربي عنده واحد القاعده كيف قال السي محمد بوطير الاطار الوطني في كره القدم، قال على ان القاعده ديال الاختيار، ربما احنا عندنا ما نتوفر عليه وطنيا، ولكن خارج في المهجر ربما العدد قليل ديال اللاعبين اللي كيمارسوا، ما عندناش عدد يعني ديال اللاعبين اللي كيمارسوا في المستوى العالي، وداك الشيء لا وقيل قليل داك الشيء. هذا هو قليل، فعندنا ثلاث لاعبين اللي كيمارسوا في الدرجه الثانيه في فرنسا، ولاعب في الدرجه الثالثه، جوج لاعبين في الدرجه الثالثه، هذا هو اللي كان. والبقيه العناصر هي عناصر اللي برزات بالبطوله الوطنيه. فمن يوم الرجوع ديالي من الامارات في 2019 واخر 19 وانا بشتغل مع هذه المجموعه ديال المحليين، والحمد لله اهل المغرب جوج مرات كان عندهم نصيب كبير في التاهل، والان برزوا بشكل جيد. فان شاء الله الرحمن الرحيم، فانا كنرجع دائما الفكره ديالك، فكره اليد ما عندناش لاعبين اللي كيمارسوا فروق كبيره عالميا كالمنتخب المصري او التونسي او الجزائري، فهناك لاعبين عندهم في الفروق الكبيره اوروبيا، ولكن الحمد لله الكل كيعرف ان الفريق هو ماشي لاعب او لاعبين او ثلاثه، هو روح، هي مجموعه، هي كتله واحده. فكنظن ان شاء الله الرحمن الرحيم بالروح ديالنا وبالعزيمه والاراده، وان شاء الله نتمنى من الله اننا نكونوا في الموعد، ونحاولوا حتى حنا نمروا للدور الثاني كالاخوان ديالنا في كره القدم ان شاء الله. نعم، سي نور الدين بوحد الديوي كيظهر على ان المشاركه السبعه تبقى احسن ترتيب، ماشي احسن مشاركه، راه قضيتوا مباريات كبيره، ولكن احسن ترتيب هو اللي كان في الدوره ديال 12 الدوره 97 نعم 17 نعم في الدوره 17. دابا احنا عندنا تجربه وعارفين شنو اللي خصنا، ولكن كيخص اهم ما يمكن، هذا موضوع اللي يمكن ناخذوه مع رئيس الجامعه حول الامكانيات، احنا مع المدرب نشوفوا الجانب الفني والجانب ديال الطاقات البشريه اللي كنتوفروا عليها. كيلتحق بنا الان في الاستوديو الاطار الوطني ايضا اللاعب الدولي السابق عبد الغني العثماني،
هادو كلهم كيمارسوا بالاقدام. سي عبد الغني مرحبا. مرحبا سي ابو السهل، سي فاكير وسي ابو الطهير وسي ابو حديوي، وسنه سعيده لكل مستمعي اذاعه ام اف ام. نعم كيظهر لي على ان الان كل شيء كيرفع السقف وكل شيء كيبان. اي رياضه غادي تمشي للمونديال الا وكنقولوا بغينا نمشي، ولكن واش هاد الرياضات كلهم عندهم زياش، عندهم نصير، هي عندهم الفلوس ثاني عندهم سنور الدين؟ فالامكانيه اكيد الامكانيات البشريه ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني لكره القدم ماشي هي نفس الامكانيات البشريه، الامكانيات الماديه اللي عند جامعه كره القدم ماشي هي. ففي كل العالم رياضه القدم هي اللي كتحظى بنصيب الاسد، لان بحكم الشعبيه ديالها، بحكم لان واخا تلعب كره اليد البطوله ديال العالم ولا، فولو كيف ما بغاو يكونوا النتائج طيبه فما يمكنلكش توبيليزي الشعب كامل، ما يمكنش توبيليزي الكل، لان الكل ماشي من عشاق كره اليد، بل بالعكس كره القدم تكون مدرب ديال كره اليد ولا ديال كره السله ولا ديال الناطاشي ولا ما كدير كاع الرياضه، فالكل كيتبع كره القدم. الحمد لله حنا عشنا هذاك الشهر اللي بكل ما عندنا من جوارح وكل شيء كيف كيقولوا بالدارجه، كل شيء خرجنا على عقلنا، فالحمد لله فرحونا. ولكن حنا غنحاولوا، انا قلت لك لان حنا عندنا بوكو دو بريسيون على الاقل، لان حنا هما اللي جينا من بعد الانجاز التاريخي ديال كره القدم، فكنظن مجبر علينا باش حتى حنايا نظهروا بوجه مشرف ونحاولوا ان نكونوا مزيانين داخل الملعب وفي خارج الملعب وفي كل حاجه، باش نبقاو حتى حنا عاطين نفس التلميع ديال الصوره ديال البلاد ديالنا. نعم شكرا جزيلا لك نور الدين البوحديوي الناخب الوطني. الان كتواجدوا في بولونيا استعدادا للمونديال واللي غادي ينطلق في 11 يناير، ايضا من 11 الى 27، والامل ان شاء الله يكون عندنا حضور مشرف، ولما لا وتكون هذه انطلاقه ايضا جديده. نتمنى لكم كل التوفيق ومقام طيب هناك ان شاء الله. بحال المنتخب ديال كره اليد قال لك حنا مشينا لقطر وقال لك بغينا نبقاو ما بغيناش نجيو. ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي. شكرا لك. شكرا سي نور الدين بوحدي. شكرا سي العثماني. الناس اللي مشاو القطار قال لك حنا دخلنا للدوحة قلنا ما خصناش نمشيو. ولفوا الأجواء ولفوا، ولكن بغيتي ما تمشيش ما تخرجش ما تقصرش. دابا لابار طلعت بالفعل، يعني خصنا نحافظوا عليها في جميع المجالات، دابا جميع الرياضات دابا، حيت المغرب يعني الاسم ديال المغرب، يعني المغرب في الرياضة خصو يكون هو من الأوائل في العرب وفي إفريقيا. عندنا من الامكانيات للبشريه والماديه باش اننا نكونوا نوصلوا لهذا المستوى. فالمنتخب صراحه ديال كره القدم في المونديال في قطر يعني خلى سمعه طيبه عن جميع المدربين العالميين، عن جميع اللاعبين العالميين، كل شيء كينوه بالعمل، كل شيء كينوه بالطريقه اللي خدنا بها المقابلات. لفي باش نكونوا احسن من البرتغال، احسن من اسبانيا، احسن من بلجيكا. فهذا شرف لكل مغربي، اننا خصنا نفتخروا بالمغربيين. لفيت ايضا ما تنساش تنتصر علينا فرنسا وتحموا علينا ومول فار. هذا من الاعلان عن ضربه الجزاء باش المنتخب الوطني باش يطيحونا خصهم يكون معاهم الفار. كلها حوايج، ولكن شوف رب ضرات نافعه، هذوك الحوايج يعني قوونا، بالعكس قوونا وخلى ان كل شيء معنا وكل شيء يعني شاف بان هذاك راه كان ظلم، والظلم يعني ما حنا ما خدينا عادي كرياديا، خدينا عادي وكملنا المشوار ديالنا، ولكن في اخر المطاف يعني اليوم كل شيء كينوه بينا وكل شيء كينوه بالعمل ديالنا، خصنا غير نكملوا ان شاء الله. ان شاء الله سي محمد بوطير. نظن نمشيو في نفس الطرح، لانه شوف تخسر مقابله بديك الطريقه عادي ماشي مشكل، هو انك ما تمثلش وكانت ديك الروح، دابا روح الفريق كانت يعني كل شيء متوفر. دونك درتي راه ماشي ساهل باش توصل للدومي فينال عالمي، يعني يمكن تفوز بكؤوس الافريقيه، وغير تفوز بعدا الدور ديال المجموعات وتفوز بكؤوس الافريقيه، ولكن باش توصل
للدومي فينال ديال كاس العالم كنظن كلاسيتي ما بين باير يعني لي ميور اللي كاين في العالم. نعم دونك شنو تيبقى هذا الانجاز يستثمر سامي في جميع الرياضات، ولكن الاستثمار ديال هذاك راه خاص ماشي فقط غير الجامعه الملكيه المغربيه، اولا القواعد الانديه. ملي كنقولوا الانديه راه كنقولوا النادي راه مرتبط بواحد الجهه بمنتخبين ومسؤولين. مشيتي النقطة المهمة. لا يا دي راه ماشي انا فريق مثلا ديال يوسف يطبرشيد مادام معنا السعد الغني العثماني او فريق ديال النهضة السطاتية او فريق، انا ملي كيبان لي واحد الفريق في واحد المنطقة يعني هاملين، وانا هذاك ماشي الرئيس ديالو ولا المكتب المسير ديالو هو اللي هامل المنطقة، حتى الاخرين كيخصهم يجيو ولا سيدي يسولوا عليه ويديروا معاه وهذا باش تولي قضية فريق في منطقته هي قضية شباب، وهذوك الشباب والدي مرة منتخبين على شي ناس فينا هما غابرين ما كاينينش. نقطة مهمة عدم اهتمام مباشرة من بعد المونديال، يعني ذاك الكم اللي جا باغي تسجل في ليكول دو فوتبول يعني ما عمري تصورته، يعني بحد الهجوم. أنا غادي نرجع لعندك ونذكر مستمعاتي مستمعي الكرام أن المؤذن يرفع أذان صلاة الظهر في الدار البيضاء ونواحيها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والتواب. ونبقاو في كرة اليد وغنمشي ونبقاو في كرة اليد غنمشي ونأخذ معنا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد سيد عدلي حنفي. سيد عدلي الحنفي شفنا كرة اليد إلا تكلمنا قبيلة مع السي محمد بوطير على أن المنتخب الوطني ديال كرة القدم الأول في المونديال، كاين أيضا البنات في المونديال، يديسات في المونديال، يعني راه حتى كرة اليد عندهم شبان وفتيان تاعهم كأس العالم للأندية. نعم يعني الترتيب الجديد ديال الكرة الشاطئية، الترتيب الجديد ديال الكرة الشاطئية هذه كلها، ولكن حتى كرة اليد كاين كتبين على أن كاين طموح كاين أمل وكاين استثمار وكاين هاد الشيء اللي عندهم تيحاولوا يخرجوا منه بزاف تيكون عندك كاين تضحيات. نعم السيد الرئيس مرحبا بك. مساء الخير حاج بستان، ومساء الخير الإخوة الحاضرين معك، ومساء الخير كل مستمعي الكرام. نعم للمره الثامنه في المونديال هاد الرقم كيخص يتحترم وخص التقييم ديالو، لان هاد الرياضه هي من الرياضات القلائل الا ما قلتش انا ما شفتش انا شي انواع رياضيه في الرياضات الجماعيه كتشارك في المونديال للمره السابعه، و يعني وتسجل حضور. الان ما بقاش غير المنتخب ديال الكبار، ولكن كاين ايضا الفتيان والشبان. هذا كيبان عندما نتحدث عن الفتيان والفئات العمرية الصغرى نتحدث عن الأمل عن الطموح وعلى كترجموا الآن ما يدور وما يتحرك عندكم في القواعد، أن القواعد فيها تفاعل فيها تدافع وفيها عمل قاعدي اللي يمكن يأمن الحاضر والمستقبل ديال المنتخب الوطني. سيد الرئيس بالفعل الأخوة أنا كنشكرك سي الحاج بوسال على التواصل على تسليط الضوء على رياضة كرة اليد، ولكن في البداية لابد من نتقدم باسمي الخاص وباسم كل مكونات الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد بحق تهاني الجامعة الملكية لكرة القدم على الإنجاز التاريخي اللي تحقق في مونديال الرتبة الرابعة ونصف النهائي. هذا إنجاز غير مسبوق لا في العالم العربي ولا في إفريقيا، وهذا كيبين أيضا المجرى ديال كرة القدم بصفة خاصة ولكن الرياضة الوطنية بصفة عامة، واللي الحمد لله غادي تخلي بأنه الكل غادي خاصو يشتغل بأكثر جدية وأكثر مبادرة على أساس أنه التألق ما يختصرش غير على كرة القدم ولكن يختصر أيضا على الرياضات لا الفردية ولا الجماعية. ومن ناحية ثانية احنا بالنسبة لكرة اليد الكل كيعرف بأنه الحمد لله هذه السنة ديال 2022 كانت سنة استثنائية نظرا لأنه أول مرة جميع المنتخبات الوطنية تتأهل لبطولة العالم، إضافة إلى ذلك فمنتخب الكبار ومنتخب الفتيان حصلوا على الميدالية البرونزية بطولة أمم إفريقيا، وهذا تتويج للعمل اللي كتنجز، وخير دليل على ذلك هو فوز المنتخب الأول على المنتخب التونسي في الترتيب بحصة ديال الفارق 6 أهداف. هذا بعد ما كان الكل كيعرف بأنه المنتخبات ديال شمال إفريقيا ومصر كانوا هي
المهيمن على كرة اليد بشكل كبير وكبير جدا. وبالإضافة إلى ذلك بأنه هذا التأهل للمرة الثامنة غادي يخلينا بأننا نشتغل رغم الإكراهات ورغم الظروف اللي كتمر من رياضية كرة اليد بصفة خاصة، ولكن الحمد لله ما يتشجر هو أنه الخالف الآن أصبح كنوضع له آليات اللي يمكننا الحق الاستمرارية بأنه كاين الخلاف خصوصا موارد 2002 2003 تأهلوا لبطولة العالم، وموارد 2004 و2005 وهذا إنجاز اللي خاصه أنه خاصه يتم مضاعفة الجهود على أساس أنه ماشي غير تأهل كأس العالم، ولكن خاص كل استمرارية وخاص أيضا مضاعفة الجهود للتقدم أكثر في المراتب خصوصا نعم. بطولة أمم إفريقيا. نعم السيد الرئيس، فالمشاركة كاينه انتوما كيظهر لي ما عندكمش شي موارد استشهاريه كبيره اللي يمكن تدعمكم، ربما الداعم الاساسي هو الرسمي يعني من الوزاره الوصيه، ولكن المنحه اللي كتاخذوا فيها 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 التدبير وفيها التسيير وفيها ايضا حتى الانشطه اللي كتقوموا بها اضافه الى يعني تكاليف المنتخبات الوطنيه. واليوم الحضور كيظهر لي على ان هذا التجمع التدريبي اللي دايرينه في مدينه ديال دامسك شمال بولونيا غادي يكون مكلف شي شويه، ولكن يعني كاين عندكم اكراهات؟ هو الاكراهات لابد منها، والانسان ما خاصوش يتخبى وراء الاكراهات، بالفعل هو كاين اكراهات، ولكن كاين اكراه كاين اراده وكاين رغبه بانه بفضل النتائج يمكننا نحققوا مكتسبات ويمكننا نعالجوا العديد من نعم. من المشاكل الماليه اللي اسمه ماشي انه انا مسير الى جا وكيقول لك بان عندي اكراهات ماليه، اذا الطموح يكون جد جد محدود. نخلو بان النتائج اللي تحدث عن نفسها، ونخلو بان النتائج اللي تخلي بانه لا القطاع الوسطي ولا الشركاء يثقوا في المجهود اللي مبذول على الصعيد هذا رائع. هو بالفعل هو الميزانيه العامه كتعداش 15 مليار درهم بما فيها تقريبا نصف الميزان كتمشي للانديه اللي الدعم ديالها خصوصا الاكراهات اللي كانت كتواجه بعد الجائحه وعدم توصل الدعم ديال المجالس المنتخبه، والجامعه ما خلاتش بانه توقع هذا التراجع ديال المكتسبات على مستوى الانديه، لان الانديه في اخر المطاف راه هي المكون الاساسي والمرجع الاساسي خصوصا على مستوى الفئات السنيه اضافه الى السن العادي واضافه الى ايضا تربصات ديال المنتخبات الوطنيه للكبار وللشبان الفتيان. الحمد لله كاين تساوي فيما يتعلق بالتربصات، وكاين ايضا تساوي فيما يتعلق باننا باش نخلقوا نتائج اللي تكون تبني مستقبل ديال كره اليد. وكيف كيعرف الكل بانه بطوله كاس العالم انا كتلعب مستوى عالي وعالي جدا، خصوصا هذه السنه هذه غادي نواجه فريق الولايات المتحده الامريكيه اللي يمثل امريكا الشماليه، وغادي نواجه منتخب كرواتيا كرواتيا راه درنا دابا كرواتيا اقل ما يمكنك ديروا معاهم هو التعادل قال لك. بالفعل هو هذا الحمد لله خدينا واحد النصيحه الا ما نقول واحد التجربه بانه ما تم إنجازه في كرة القدم خاصة نبقاو نؤمن بأن الرياضة لا وجود للمستحيل بقدر ما تكون إرادة وبقدر ما تكون رغبة وبقدر ما تكون إلحاح وطموح واعد عند اللاعبين. والحمد لله تقريبا الفريق الوطني الآن تقريبا داخل معسكر نعم السيد الرئيس المنتخب هو الآن ولكن كاين شيء آخر اللي راهنتوا عليه وكان مهم، هو ان الحضور ديال كره اليد المغربيه في الاتحاد الافريقي، والحضور هذا غادي يمكن باش ما يبقاش باش يكون الصوت مسموع ديال كره اليد المغربيه بواسطه وخاصه ليزيد السعدي الكاتب العام ديال الجامعه اللي عنده حضور قوي ايضا وديالكم ايضا، وهذا ما يمكن الا يدعم كره اليد. كان لاحظوا على ان عندكم مكانكم ما بقاش منتخبنا ومنتخباتنا تكون محقوره في المنافسات القاريه. ايوا بالفعل كشاطرك هذا الراي، النجاح كيكمن اولا تكون منافسات قويه ويكون منتخبات حاضره في كافه المنتقيات الدوليه. النقطه الثانيه وهو انه تكون حكامه جيده على مستوى التدبير، والنقطه الثالثه وهو ان تكون حضور قوي في المؤسسات خصوصا فيما يتعلق بالحضور التمثيلي ديال المملكه في مختلف التنظيمات الافريقيه والعربيه. وبالفعل الاخوان في
الاتحاد الافريقي كنعرفوا بان الاخ السيد كاتب العام هو رئيس لجنه المسابقه الاتحاد الافريقي، وامين المال هو رئيس لجنه المنازعات، بالاضافه الى ان تقريبا حوالي 9 اعضاء من الجامعه كيشكلوا النواه ديال مختلف اللجان، ونفس الشيء بالنسبه للاتحاد العربي نيابه الرئيس الاول شاد المغرب، بالاضافه الى 6 اعضاء مختلف اللجان. وهذا اللي كيخلي بانه الحضور ما ينصب غير على المسابقات، ولكن يكون حضور وازن فيما يتعلق باتخاذات القرارات اللي كتهم مصالح البلاد في مختلف المنافسات. نعم نعم السيد رئيس، رياضة كرة اليد يعني من الرياضات اللي شاركت في كأس العالم أو في المونديال مرة 7 مرات، هذه رياضة اللي عندها ناس دافعوا عليها وناس اللي يعني تحملوا الكثير. عبد الرحيم بالفعل أستاذي اسمه محمد أبو السل، لأنه قبل من سي الحنفي العدلي الحنفي كان رؤساء سابقين ديال الجامعه، رغم الضعف الامكانيات المرصوده لجامعه كره اليد. دليل من كان تكلموا على عبد اللطيف الطاطبي ايضا، واللي مازال في ارتباط مع سي عدلي الحنفي، واللي تنظمت واحد بطولة ديال افريقيا وبقات مشاكل تما، واللي تحملها عبد اللطيف الطاطبي بعد ربع. ايضا هذه الرياضه عندها مناضلين ديالها وعندها شهداء، انا مازال كنتذكر، بغينا نترحموا عليه معك السيد الرئيس اللي هو عبد المؤمن الجوهري في الدوره ديال 2007 اللي كانت في المانيا. عبد المؤمن الجوهري كان في المدرجات وشدته واحد الوعكه ملي طلع البيت ديالو فارق الحياه. هذا رئيس ديال جامعه ولكن رئيس منخرط في الهموم، كان كيتبع المنافسات وكيشجع، دخل البيت ديالو تم نقله الى مصحة وهناك فرق الحياة، غادر البيت ديالو، غادرنا مع المنتخب الوطني المغربي، وعاد المنتخب ولكن هو عاد في صندوق من ألمانيا الله يرحمه ويوسع عليه. أدور ما يتحمله المسيرون، أنا ما كندافعش عن المسيرون، كدي حقائق اللي حنا عشنا الرياضة كتير، ما يمكنش هذا الشيء نسكتوا عليه، خصنا نبقاو نذكروا باللي الناس راه عندهم تضحيات، والناس اللي عبد المؤمن الجوهري اللي مشاو للحساب ديالو لقى عنده شي 3000 درهم والدار حتى هي ماشي ديالو، الناس راه كيتحملوا. ياك السيد الرئيس بالفعل هذه ضريبه، ولكن كنشكرك السيد الحاج ابو السال على تسليط الضوء على هذا الماضي، وكتبقى في اخر المطاف الجامعه الملكيه هي مؤسسه وكتبقى في اخر المطاف في خاص ضروره الاستمراريه. نعم. ايضا في اطار هذه المؤسسه خاص ديما الرجوع للخلف، لان هذه النتائج اللي ربما كنا نحصدوا ايجابياتها ما جاتش ولذة الصدق، ولكن نعم. ولذة ديال سنوات ديال العمل، وهذا العمل قادوه رجالات اللي ضحاوا بالغالي والنفس واللي خلاو تاريخ مبصوم، لان السير اخر المطاف السير كيكون عنده ما هو ايجابي وما هو سلبي. علينا ما هو ايجابي خاصنا نثمنوه ونقدروه، وما هو سلبي نعالجوه في اطار نوع من الاحترام وفي اطار نوع استحضار كل الكفاءات. نعم. خدمات جميله للرياضه كره اليد بصفه خاصه، ولكن للرياضه الوطنيه بصفه عامه. اذا راه تابا غادي غير تنطلق المنافسات ديال كره اليد، غادي تسمع السير الرئيس، سير ونتمنى لكم كل التوفيق. رحنا ان شاء الله جميعا مع المنتخب الوطني المغربي في مكان ديال اي نوع رياضه، ولكن كره اليد الرياضه الجامعيه والرياضه اللي عطات اشياء كثيره، واللي الرياضه اللي الان ترفع راسها عالميا، هي الان حتى واحد ما كيعطي الدروس فشغل يقول لي ودي ندعموا جميعا. كاين المنتخب الوطني المغربي، هاد الاولاد اللي مشاو هم يحملون كل احلامنا وكيحملوا ايضا طموحاتنا، ويكون الخير ان شاء الله، وفروا لهم جميع الامكانيات الجامعه الملكيه المغربيه بهذا الشيء حسب نور الدين البوحدي والسيد الرئيس ايضا عدلي حنفي. اذا هذا موضوع اخر، فين ما كان دابا المونديال الا وكل شيء كيقلب تيقول لك خصنا الدومي فينال واكثر. الطموح حق مشروع، ودابا جميع المنتخبات كيف ما قلتي اي منتخب في اي ديسيبلين الا وخصو يمشي ويراهن على شي حاجه، لانه هذيك ديال المشاركه ما بقاتش، هذيك مشاركه مشرفه وانت وقت لها وراجع في حالك ما بقاتش، اذا خاصك تمشي وانت
هزيمة مشرفة. حالة ديال التنافي هذه راه ما كايناش هزيمة. ما كانش كيعرف من اللي ما كانش كيعرف المغرب راه عرفوا بالرياضة. بالرياضة. وايا دابا المنتخب المغربي لكره اليد غادي يكون في بولونيا الا وغادي عارفين بان راه هذاك المنتخب راه عنده الرياضه هي من الاولويات. اذا فالحضور ديالهم في تمايا ماشي غير لاجل المشاركه ولكن باش يديو رصابع كيف ما قلتي سابع مره كيف في المونديال راه ماشي سهله. نعم ملي كنشوف فيك وكنتذكر 1970 كنقول على ان برشيد كانت حاضره في كاس العالم بواسطة تدريس باموس اللي كان راه أول عميد الفريق اللي كان في أول منتخب وطني كان الله يرحمه السيد الجنرال تدريس باموس. الله يرحمه السالي في هذا النهار. راه برشيد خسر دابا تبارية على ديك برشيد ومزيان فتحتي لي هذا القوس. غير اليوم غادرنا إلى دار البقاق واحد اللاعب سابق ديال يوسفية برشيد دريس مادلين يعني بعد واحد المرض يعني كان طارح الفراش. ومن المنبر ديالكم كنعزيو جميع الرياضيين البرشيديين وكنعزيو النادي ديال يوسفية برشيد وجميع العائله ديال دريس مادلين. انا لله وانا اليه راجعون. نعم كاين الحالات دريس مادلين الله يرحمه من اللاعبين اللي عطاو اشياء كثيره في مدينه برشيد. لان ريال دروا اللي تبارك الله كان قوه بدنيه يعني اسم ديالو كان كبير في مدينه برشيد ف يعني الفرق ديالو يعني البعد ديالو غادي يكون صعيب على النزول لبرشيد لانه كان صديق الجميع. نعم. صراحه كان الجلسات كانوا كيستحموا في الطلعه ديالو اصدقائه والضحك يعني كان صاحب نكته صراحه. حريزي يعني أصيل. حريزي غادرنا اخر اصيل. نعم بالفعل استاذي محمد ابو سال سي مادلين من الوجوه الرياضيه اللي عطات شيء الكثير فريق يوسف برشيد ولا سيما في قبل ما يصعد للقسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني كان في اقسام الهوات ساند الفريق بشكل كبير. كان الاداء ديالو متميز جاور مدربين كبار جدا اللي عطاو الشيء الكثير لفريق يوسف برشيد. فريق يوسف برشيد الان في القسم الوطني الثاني بدا بدايه جيده رغم الظروف رغم المعيقات اللي كاينه ولكن النتائج ديالو راه كتشفع عليه الان المرتبه الرابعه 22 نقطه. الناس كيعملوا لان لجنه مؤقته هي اللي كتسير الفريق الان غادا واخده بزمام الامور وكتبحث على الموارد الماليه اولا لانعاش خزينه الفريق بحيث مؤخرا توصل بمبلغ ديال 400 مليون ديال السنه الماليه اللي ودعنا 2022 ديال منحه المجلس البلدي. الان الفريق راه كيرمم الصفوف ديالو غادي ربما حسب الرئيس ديال لجنه تصريف الاعمال السي عبد الحميد غنيمي راه كاين ربما غادي يتم استغناء على بعض اللاعبين غادي يتم جلب اللاعبين والوراء الهم ديالهم هو الصعود للقسم الوطني الاول. نعم ايضا نوجه التعازي الى عائله عزمي عزمي المحبين هادو في الجمعيه وجمعيه ديال الانصار وجمعيه ديال المحبين ديال 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 هذا استاذ ديال لا هادو ديال التعازي الى 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 جمعيه الانصار اللي فيها السي محمد زاكي وفيها الاصدقاء ديال جمعيه محبين هذا استاذ ديال وكاين ايضا جمعيه ديال من الانصار ديال الوداد الاخوه عزمي اللي رزئت العائله ديالهم في وفاه الوالد. وثم ايضا عبد اللطيف فجرين اللي توفات الوالده ديالته الان هذا من المدعمين ديال الوداد تغمد الله الجميع بوسع رحمته واسكنهم فسح الجنان. تعازينا الى عبد اللطيف فجرين والى الاخوه عزمي والله يرحم الجميع. غادي نمشيو للبطوله الوطنيه الدوره التاسعه وايضا البدايه غادا تكون بالوداد. الوداد تعرضت لهزيمه وهذه الهزيمه كانت شويه قاسيه 3-0. الوداد تعثرت في الرباط ولكن بالنسبه للفريق الجيش الملكي كان عنده ربح ديال الفوز 3 نقاط وايضا الانفراد بالزعامه. كنظن بانه كلاسيكو دائما كنعرفوا الكلاسيكو كيكون عنده نكهه اخرى ولكن هذه السنه كان بنكهه الزعيم. علاش؟ لانه هذا هو المكان الطبيعي ديال الجيش الملكي. الجيش الملكي
ما تخلقش باش أنه ينشط البطولة، تخلق باش أنه يحقق ألقاب، أنه دائما يكون في ريادة لاعبين في مستوى. صحيح أن فريق الوداد البيضاوي خصم ثقيل، لاعبين ممتازين كيبصم على موسم رائع، ولكن هاد النتيجة كنتمنى أنها ينساها فريق الوداد البيضاوي يعني بسرعة. علاش؟ لأنه مقبل على المونديالتو، مقبل على حدث عالمي، وحنا كنعرفوا هذا الحدث العالمي في ظل التوهج ديال المنتخب الوطني. يعني هذه النتيجة كنتمنى ما نتاخدش منهم، وما كنقص من القيمة ديال الوداد، ولكن فريق الجيش الملكي في هذه الفترة وبالذات أنه كيحقق نتائج جد جد إيجابية. هذا الانتصار ما جاش من لا شيء، ولكن هذا تحصيل حاصل لأنه عنده مجموعة متكاملة، تركيبة بشرية في مستوى، ما كانش عليها تغييرات، يعني ربما جوج ديال التغييرات وطاقم تقني، يعني حتى هو كنقدروا نقول بأنه ما كاينش تغيير، لأنه كان هو المدير التقني وهو دابا هو المدرب، يعني عارف بخبايا ديال الجيش الملكي. انتصار يعني ما تخطفش، ولكن مستحق، مستحق نظرا للأداء الجيد ديال جميع اللاعبين. فريق الوداد البيضاوي يعني فريق كبير كيمرض، ولكن ما غاديش يموت، خاصو ينسى هذه المقابلة، يرجع بسرعة باش أنه يكون منافس قوي في البطولة الوطنية، ويعرف بأنه عنده تحدي مهم بالنسبة لجميع المغاربة وهو ديال المونداليتو، ولكن النتيجة كتبقى مهمة بالنسبة للفريق الجيش الملكي لأنه غادي في السكة الصحيحة. الظرفية اللي جات في المقابلة فهي كانت في صالح الجيش الملكي. أولا الظروف اللي عاشها فريق الوداد البيضاوي، يعني هذه الفترة ما كانت تتهيأ مع مدربين مشاو خلاو الفريق الحسن بن عبيشة، الظرفية ما كافيش أنه يهيئ لهذه المقابلة ديال الجيش الملكي. ما نهضروش على القوة ديال الجيش الملكي، هذا الجيش الملكي دابا أربع سنوات هو في التكوين باش يوصل لهذا الفريق. دونك بالنسبة للجيش ما نهضروش، يعني يمكن له ينتصر ولا ما ينتصرش، ولكن الوداد كانت عنده بحال فترة فراغ هذه مر منها، لأنه ملي ما كتكونش عندك إطار قار أنه يشتغل على الخصوم اللي غيلعب معها، دونك ما كانش يعني ما كانش طريقة الوداد تمشي يعني وتحمل تكاليف ديال تجمع تدريبي تكويني في الوقت اللي كان المنتخب في قطر، في مدينة أكادير، ولكن ما كانش المدرب، لا كانوا مدربين، كانوا المدربين اللي اشتغلوا على الفريق مشاو قبل المقابلة ديال الجيش الملكي نظن بيومين وثلاث أيام. ولكن كيخص يكون المدرب، لأنه هو غادي يحدد لماذا غنمشيو لأكادير وشنو الهدف. دونك هنا يعني كانت تدبير، النتيجة هي هذيك النتيجة بالنسبة للخسارة عادية. بقاو معايا فقط عفوا الساعة الثانية باستوديو إذاعة أم اف ام، فاصل قصير ثم غادي نمشيو. الآن الوداد كتنهي العلاقة مع الحسين عموتة في إطار ودي، ما كاين لا شهادة طبية لا هذاك بيناتهم مرت الأمور، وخاصة بواسطة ذوي النية الحسنة. الآن كاين هزيمة، ولكن كاين تغيير في الطاقم التقني، والوقت كيزحم، كاين اقتاربوا، كاين 42 يوم اللي كتفصلنا دابا على المونديالتو. فاصل قصير رجعوا عند سعد العزيز كرومي، ثم نعود إلى تفاصيل برنامجكم من الملاعب الرياضية على أثير إذاعة أم اف ام. مرحبا من جديد مستمعاتي مستمعي الكرام، وكتلحظ تحق بنا مخرجتنا كوثر قطايا. كوثر سنة سعيدة بالأفراح والمسرات. نوصلوا للحديث يعني العودة ديال الحسين عموتة الوداد، ثم الانفصال في الوقت اللي الوداد 8 ديال الدورات مع الحسين عموتة. تبعنا الأمور كيفاش كانت، غادي نمشيو بعد المقابلة. الهزيمة كيف قال زميلنا عبد الغني العثماني كتبقى هزيمة في كلاسيكو، راه لعبوا واحد غير هي الهزيمة بثلاثة ديال 3-0 كتجي شوية هزيمة ثقيلة بالنسبة، وفيها أيضا الأخطاء والخطأ ديال أحمد رضا التقناوتي العائد من المونديال، واعتذر، قريت هذاك الاعتذار، غير يعني عشي واحد الاحتفالية وعشي واحد هذاك
وكبرتي في واحد الصورة كبيرة. يعني ثم اللاعب الدياكيتي اللي وقع لك معاه المشكل كان في حالة تسلل بعدها. الحكم رافع الرايه ديالو، رافع الرايه زعما هذاك. لا هو سي محمد ابو السلام بغيت نتكلموا على المقابله ديال الوداد، غنتكلموا على العوده ديال البطوله، لانه العوده ديال البطوله لم يتم استثمار ذاك الانجاز ديال الفريق الوطني المغربي. لماذا؟ لان باستثناء ثلاث فرق اللي كما تكلمنا هما الجيش الملكي، الفتح الرباط، واتحاد التوارقه، هذو هما الفرق اللي كيبانوا في الدوره التاسعه اللي تجرات هذا الاسبوع هذا، هما اللي استغلوا تقوى البطوله باستثناء ذلك بروح المونديال، بروح المونديال باستثناء ذلك ما كانوش في فرق اخرين، ما كاينش في مستوى ضعيف، كثرة التساقطات، ما استفدوا لا من المونديال، وهذه كثرة التساقطات، هذاك التضيع ديال الوقت هو اللي كيخص اننا مسهل. هذه كثرة التساقطات بغينا تكون في الامطار واحد نسينا واحد الفريق حتى هو، لانه ربما هذا الرئيس اللي جا جديد الاولمبي كاسفي الا ما عرفوش يحافظوا عليه ويعاونوه، لانه هذا الاولمبي كاسفي الان تلاعب ما كيتشكى، راه حتى هو شوف ملي كان في المونديال حتى هو راه كيسجلوا فيه حكا كتبيع وكدير دابا راه في هذه المقابله الاخيره كاينه منحه ديال الفريق وكاين منحه ديال الرئيس ديالو. دونك انا بحكم انه القرب ديال المنطقه، هاد اولمبيكاس في سنوات هي كتعاني سنوات، هاد المجيء ديالو في السنه الماضيه وهاد السنه، يعني يحاول انه يدخل الاموال ديالو، يعني من الاموال ديالو دخل، لانه شنو التهيئ الديني. انا بالنسبه للوداد ما كانوش مهيئين دينيا، لا شوف لاعب الفرقه ما كتخلصوش، وثم حتى مول الكران اللي كاري اللي عنده كيجي كيهدو شويه كيحيدوا لي الماء والضو وجيب لي انت احسن معد ذهني يلا منين غنمشيو عند السي حسن بن عبيشه، واللي حتى هو عاد التحق بالفريق والتحق في مهمة ديال المدير التقني وليس بمدرب ديال الفريق. كيف كيشوف السي حسن هاد المقابلة؟ فريق الوداد البيضاوي باللاعبين اللي عنده كنظن يمكن الدخول ديال المقابلة ما كانش كما كنا كننتظروا، لأن يعني إلا لاحظتوا في ثلاثة ديال الأهداف جوج أخطاء فردية ديال اللاعبين، ف اللي كيتسجل عليك هدف الدقيقه الثالثه امام فريق اللي كان مستعد وعنده عناصر اللي كيلعبوا على الكونتر ولاعبين سرع، فما كنظنش اللي كيدير خطا كيدي. بدينا الشوط يمكن كنا نسجلوا هدف في الشوط الاول، الشوط الثاني بدنا بعد التغييرات حاولنا انه نلعبوا احسن، ولكن كما كتعرفوا دونك امام فريق تاك بهذا الشكل هذا رغم ذلك ضيعنا بعض الاهداف، ولكن هذه يمكن ماشي نهايه العالم. فريق الوداد البيضاوي رغم الهزيمه ديالو فكيبقى ديما غيلعب على البطوله، نتمنى ان شاء الله انه المقابله الجايه ان شاء الله تكون في المستوى، نتمنى ويعطيوه الصابر. نعم، اذا نبقاو مع حسن بن عبيشه، وهاد واش هاد يعني هاد النتيجه هذه عندها علاقه بالاستعدادات وثم اللي كانت في فترة توقفت فيها المنافسات، كاين اللي كيكون عنده الإيقاع ملي كتوقف كيتغير، كاين الفرق اللي ما كانش النتائج ديالهم مزيانة واش استفدوا من التوقف ديال البطولة؟ سي حسن بن عبيشة، هاد التوقف ديال البطولة ديال شهر ونص كيكون صالح بعض الأندية وكيكون ما كيكونش صالح بعض الأندية، وكذلك الذهاب ديال المدرب، وحنا بدينا يلاه نهار اثنين باش نلعبوا نهار الخميس، فكنظن ما كاينش الوقت، رغم أن ما كنتهربوش من الهزيمة، فريق الجيش الملكي كان في المستوى وكيستاهل ينتصر، ولكن ماشي بالطريقة هذه، إذا كان يستاهل ماشي بالطريقة، لأنه 3-0 وخروج الحارس يمكن تقدر تأثر على لافونير ديال الوداد، ولكن كيبقى ديما الوداد الفريق اللي غادي يلعب على لقب البطوله ان شاء الله. نعم، في المقابل الوداد انهزم، ولكن انهزم امام الجيش الملكي. المدرب فرناندو داكروز تيقول على ان فزنا بهذه المباراه هذه، ولكن امامنا 21 بقنا 21 دوره، هذا كيبان على انه هو عينه على الوداد باش ينتصر عليه، ولكن قلبه على البطوله مستقبل لنا صعب الغني العثماني. ملي كيكون عندك بحال هذا الفريق وكتشوف راسك غادي في الطريق صحيح، فهذا تصريح، يعني تصريح مسؤول كيشوف لعب مع فريق كبير بحال الوداد البيضاوي انتصر عليه، ولكن المسيره ديالو باقه طويله، يعني كيشوف بان مقابلات كثار، واش غادي يكون هذا التوهج ديال الفريق ديالو بهذه الطريقه؟ هذا هو، اذا ما كاين ما غيكونش يسير، كاين العمل اليومي
مقابلة بمقابلة، وبالتالي إلى مشى بهذا النهج فكنظن بأنه راه غادي في الطريق الصحيح. إلى تعرض لشي حوايج أخرى فكنظن بأنه هذه هي كرة القدم، ولكن في المقابلات الكبيرة هذا سوسون دي ماتش سي بوان كنقولوا لهم، يعني كتاخذ 3 بوان على 3 نقاط على الكونكيرون ديالك، فشيء مهم. وفريق الوداد ماشي فريق آخر، وبالتالي كنظن بأنه الفريق الجيش الملكي هاد السنة يعني فريق عنده إمكانيات اللي يقدر يمشي بها بعيد في البطولة، وما أحوجنا للفرق بحال هكا صراحة، لأنها غادة تهزم الإيقاع ديال البطولة، غتعطينا مقابلة في المستوى، غتعطينا إيقاع يعني الفريق النسوي غادي يجر شوية الفريق ديال الرجال بعد ما فازوا بالعصبة الأبطال الإفريقية. وكان واحد الحفل ديال الجوج ديال الاستقبال ديال الفريق ديال الجيش الملكي ديال 85 وفريق ديال الفتيات ديال هاد السنة، وهذه بادره طيبه من ديال المسؤولين ديال الجيش اللي كتجمع هذا الشيء. كيبان غنمشيو لعند فرناندو دا كروز ثم رجع لعند سي محمد بوطير وعبد الرحيم فاكير. الفوز على الوداد هو فوز في الدوره 90 ولكن مازال 21 دوره. فرناندو دا كروز وي سي بيان مي vous savez il reste encore 21 matchs et 63 points. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Donc nous, on doit rester très calme. On doit continuer à travailler avec humilité, avec abnégation, parce qu'il reste 21 matchs difficiles à jouer. Et pour gagner le championnat, il va falloir être costaud et continuer à être performant. C'est Mohamed Bouattari. Et en même temps, j'ai eu un المدرب اللي كان باش كان دا كروز مدير تقني، ديت من عنده الصوابي الاتحاد البيضاوي اللي الان في خط الدفاع ديال ريال سي العثماني، يعني من بين احسن المدافعين اللي غيكونوا في لافونير، كان وصل حتى للمنتخب وكان تيعطيني لاعبين. انا جيت في الاخير السنه غندي شي جوج لاعبين ولا ثلاثه، كنت فرج فريق الامل وكان هذا مدير تقني دا كروز اللي مازال ما تولى المهمه، ومشيت لاي جمال من الامل، مشيت لايجامال وواحد الوليد اخر مع الاسم ديالو مشى، ويقول لي دا كروز ملي تحدثت معاه قال لي هذا راه غنطلعوا للسينيور غيوي، يعني في الميركاتو غنطلع ملي هو شد الفريق، يعني شوف الثقه ديالو في ذاك اللاعب اللي كان ديال دا كروز. ملي هو شد الفريق اول ما بدا بايجامال، هو الفورماتور ولا المدير التقني يمكن له يتحول بسهوله كمدرب، ولكن المدرب اللي كيصعب عليه انه يمشي للمدير ديال لا فورماسيون. فهذا الشيء سهل عليه انه بحكم انه سنه كلها اشتغل في فريق الجيش الملكي، الصلاحيات اللي تعطاه كمدير تقني وثقوا فيه ولانوا لاحظوا فيه، كانت عندهم ان فيزيون، وحتى فريق المسؤولين ديال فريق الجيش الملكي عرفوا واش كانوا كيديروا، لان هذه سنوات هما تيحضروا لهذه المناسبات، دابا كيوجدوا للتتويج. دونك التسيير العقلاني والحكامه اللي وقعت في الجامعه كنظن ماشيه بها بعض الفرق ماشيين بها، وغادي تكون نتائج عندهم في المستقبل. الان الجيش الملكي ما بقاش عنده هامش الخطا، لا تركيبه بشريه في المستوى، اداره مدعمه الفريق، حتى يعني الاستقبال اللي كان الاناث من ناحيه ميزو فهو حافز اللاعبين الاخرين، احتفاليه وحتى الانتدابات اللي كانت. دابا ولاو عندهم لي ليدر الجيش الملكي، دابا ولاو عندهم تقريبا 3 أو 4 القائدين اللي كاين الفرق. جابوا الناجي اللي عنده القائد في بركان، وفي نفس الوقت هو كان محب ديال فريق الجيش الملكي، حريمات ولا قائد. حتى بالنسبه للاعب اللي فسميته فهو قائد، لانه سنتين وتيلعب مع الجيش الملكي، بالاضافه سليم اللي تكون في الجيش، يعني خدا رجوع ديالنا فاتته هو حب الفريق الجيش الملكي. دونك فريق يعني الان اصبح بانه مجموعه عندها روح الفريق اللي يمكن لها تمشي بسهوله للالقاب. هو رحيم فكير الكلام ديال سي بوطهير هو ان ما يحقق الجيش الان حاليا والصوره اللي ظهر بها هذا الموسم هو نتيجه عمل ديال السنوات الماضيه منذ اشراف ديال السي عبد الرحيم طالب على الاداره التقنيه. كان اولا مغامره جلب اللاعبين مغمورين، اقحام لاعبين شبان داخل الفريق. الان هذاك العمل بدا كيعطي الثمار ديالو، المستوى اللي شناه ضد الوداد البيضاوي مستوى يبشر بالخير، وربما الفريق الجيش الملكي الفريق اللي استفاد من هذا التوقف ديال البطوله. لانه لماذا؟ لانه صورة
مشرفه لكره القدم الوطنيه وهذا ولا سيما انه مقبل على قصائد ديال كاس الاتحاد الافريقي. نرجعوا لعند فرناندو دا كروز كيعرف على انه انتصر ولكن انتصر على فريق اسميتو الوداد. C'est un très bon adversaire, hein. C'est un adversaire dangereux et c'est un adversaire qui n'est pas du tout éliminé de la course au titre. Maintenant, nous, on a réussi à gagner. Notre public était derrière nous, un fantastique public. Donc, on aura besoin d'eux aussi à domicile pour gagner des matchs. Mais encore une fois, bon, voilà, l'adversaire, c'est une très belle équipe et ça va être un adversaire qui va aussi jouer le titre parce qu'ils ont une belle équipe. يعني كيتكلم وهو عارف فرانسو شنو اللي كيقول وكاين الثقه كاين فيزيون يعني وكاين رسائل لما كيكون واحد المسؤول كيصرح الخطاب ديالو كيتخلو منه بزاف ديال الاشياء. هو الان انتصر ومبتهج بالانتصار وكيعرف شنو اللي كيطالب المسؤوليه تحت المسؤوليه المتعلقه. نعم وكيتكلم على 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 المنافس ديالو بواحد الاحترام. هذا انتصار كيف ما قلتي وكيف ما قلت هذا انتصار ديال ثلاثه نقاط. نعم. فقط يعني ولكن راه 21 مقابله يقدر الوداد البيضاوي يعني هذه المقابله لينيسيان غادي يخدم وغادي يستعد مزيان وعنده لاعبين في المستوى راه من الاسبوع المقبل انه ينتصر بحصه غادي يرجع الوداد ذاك الوداد اللي كنعرفوه حنا. لا الوداد ولا الرجاء ولا الفتح ولا حتى اتحاد تولوكيات سانا كنظن بانه هادو فروق اللي ممكن انهم يلعبوا على البوديوم. علاش؟ لانه تركيبه بشريه في مستوى عندهم رؤيه واضحه للمستقبل ديالهم حتى انه على المستوى التقني كنشوفوا كاينه مقابلات في المستوى وهذا هو اللي خصنا نشوفوه دابا. بعد هذا المونديال خصنا مقابلات يكونوا في المستوى باش ترقى المستوى ديال المنتخب الوطني. كاين اسئله كثيره حول المدرب الجديد فوق الطاوله الان وكاينه السيارة الذاتيه دايره كتعرف يا الله كيقولوا هذا المدرب غادي يمشي كينزلوا يعني الطلبات والسيارة الذاتيه كثيره. الان كاين البرتغالي الكسندر سانتوس هذا هو الاقرب هذا هو اللي كنشد فريق بيترو اتلتيكو ولكن هذا ربما كيخص الى غادي يجي الوداد تخل تعطيه تعوض ليه داك الشيء الشرط الجزائي مع الفريق ديال بيترو اتلتيكو الانغولي. كاين ايضا من تشيك كاين ايفان هاتشيكا هذا حتى هو تيقولوا انه الاقرب. ثم ظهر ايضا مدرب سويسري كريستيان غروس هذا مدرب اخر. الوداد حسب ما بلغنا كانت يعني تراود او في تواصل مع موسيماني بيتسو موسيماني اللي جنوب افريقي ولكن هذا الرجل كتعرف شنو محب للوداد محب للوداد محب للمغرب ومحب هذا سيدي محب للوداد وكيطلب 130 مليون في الشهر محب للوداد وهذا هو الحب اخويا هذا هو 130 مليون في الشهر طاقم متكامل هو عنده كيخدم الطاقم ديالو لا ولكن لا مايمكنش هادشي هادشي غير مقبول انت كاطار وطني كيظهر لي انا المدرب يجي هذا ككفاءه كخبير ما كاين مشكل ولكن المساعد ديالو كنقبلوا لي واحد المساعد كمعيد بدني ونسدوا حنا هاد المعاهد ونسدوا لي ناس ونسدوا مولاي رشيد ونسدوا هذاك الشيء حتى على مستوى المدرب الاول. لا ما يمكنش راه الوداد حققت القاب المدربين مغاربه راه مؤخرا مؤخرا جوج الالقاب وعموته معموته عموته كذلك يعني لا يعني ماشي لو في اننا خسرنا بثلاثه راه راه ريال مدريد وبعض المرات بالنجوم ديالها وكتخسر بهذه الحصه ولكن هذا ما كيعنيش بانه راه ما كاينش فارق. خصنا نامنوا بالقدرات ديالنا خصنا نامنوا بالقدرات ديال اللاعبين ديالنا وخصنا مني نعطيو الصلاحيات للمدرب المغربي خصنا نعطيو الصلاحيات كامله ونعطيو لو بوفوار. انت قلتي بانه شد يعني المدرب سميتو اللي كان هو حسن بن عبيشه صابر لا صابر يعني واش في ظرف خمس ايام اسبوع اش غادي يدير هذا المدرب؟ هذا هو المشكل هذا هو الاشكال عندنا في البطوله الوطنيه. الا بغينا نعطيو الاطار
المغربي الحق ديالو أن نعطيه واحد التوقيت اللي هو يقدر يبرز فيه ويوجد فيه راسه ويوجد فيه الفريق. نعم، كان ملي غادي نشوفه الحسين عموتة يعود إلى الوداد، رجع للوداد. وقتاش رجع؟ رجع في 18 غشت 2022، هذيك الفترة تعاقد من جديد، ثم يوم 30 نوفمبر كي ينفصل. هذه الفترة اللي عاش فيها الفريق كان في الصدارة الأولى، في المرتبة الأولى، وقع المشكل اللي وقع. الآن الحصيلة فيها 18 نقطة، فيها 5 ديال الانتصارات، وفيها 3 ديال التعادلات وهزيمة واحدة. وهزيمة واحدة. وشوف، هو كتكون ضغوطات، وخصنا حنا من كيكون المسؤول خصو هذيك الضغوطات ما تأثرش عليه، لأنه فعلا الضغط ديال الجماهير يقدر يغير بزاف الحوايج. بالعكس، الجمهور خصو حتى هو يعرف المصلحة ديال الفريق. المدرب كان كيتواجد في قطر، ولكن معاه ناس اللي خدامين في المستوى العلوي خلفي، يعني هادو راه أطور، هادو راه أطور مغربية، أطور. ولكن ملي تيكون هذاك غادي وعنده الفرقة ولادو، ولكن هو فراسو على أنه مدرب مساعد، مدرب مساعد هذا كتبقى، لأنه هو المدرب اللي غادي يكون واللي غادي يقدر. يمكنش يعني تدرب عن بعد، تكون حاضر كتعرف شنو اللي عندك. وقع هذا المشكل ما بين الطرفين من جديد. الفترة اللي كان قضاها راه سنة واحدة، كان الحسين عموتة دا فيها البطولة كمغربي اللي فاز بهذاك، وحتى انه في الفترة ديالو كيفما قلتي راه كان هو الاول، يعني راه كانت الامور بخير وعلى خير. هذا ما نخلقوش منه حدث، هو تغيير المدرب، ولكن وجود مدربين اللي هما ولاد البلاد نعطيهم الوقت. يعني 5 أيام ولا 4 أيام راه ميمكنش أننا، تركيبة بشرية كاينة موجودة، لاعبين كاينين. أكثر من ذلك كانت تعطى الفرصة للإسماعيلي والخلفي، الإسماعيلي راه مدرب كبير، الخلفي راه مدرب كبير، وكانوا مجاورين الحسين عموتة. في الموقع ديال المسؤولية اللي هي مكتوبة نوار سير بلون، متفق معك، أنا متفق معك، ولكن علاش مباشرة من بعد أن ما كاينش هذوك نزكيهم كمدربين رسميين؟ ها لا، ولكن خاصهم صلاحيات. شنو اللي وقع؟ الجدل اللي مفتوح الآن، بغينا إطار وطني، ولكن نعطيو الصلاحيات ديالو ونعطيو، ولكن حتى هو يكون في مستوى الخلفي ولا العلوي، راه يعني سمياتهم كبار. أكيد، يعني أكيد. الخلفي اللي ما كيعرفوش، أنا كنعرفو مزيان، راه كفاءة خصنا نستغلوها. نعم، راه دارنيير مورا كان معنا في لا ليسونس ا، تبارك الله، كفاءه اللي خصنا نفتخروا بها. الان مونديال الانديه اللي كتفصلنا عليه 42 يوم، مونديال الانديه الوداد سبق لها شاركت في مونديال الانديه ما بين 6 الى 16 دجنبير بالامارات العربيه. الوداد لعب جوج المقابلات، باتشوكا ديال المكسيك ونهزمت بهدف 1-0، وفريق أيضا ديال اليابان أوراو نهزمت 3-2. هذه المقابلة اللي تلعبت نهار 12 دجنبير 2017، اللي كان سجل الهدفين ديال الوداد الحداد في الدقة 20 والهجهوج في الدقيقة الثالثة بعد 90 من ضربة جزاء. هذا هو الحضور ديال الوداد في مونديال ايطون 2017، وكانت المشاركه شويه ماشي هكذاك بغينا، لان كتجيب 2017 بعد ما كانت شاركت الرجاء في 2013 وصلت للنهائي، وكانت شاركت ايضا في سنه 2000 في البرازيل كاول مشاركه. والمشاركات الى كانت كتبان على أن هذا توهج عالمي للنادي، بعد ما كيتوهج المنتخب الوطني المغربي كننتظر التوهج ديال النادي. هذا قدر ديال الوداد، أن الوداد جات الآن مباشرة بعد المشاركة ديال كأس العالم كتجي المشاركة ديال النادي اللي هو الوداد. الوداد دابا غادي يكون في هذه البطولة ماشي الوداد البيضاوي، غادي يكون الوداد المغربي، غادي يكون مدعم من جميع الجماهير المغربيه، حتى اللاعبين غادي يحسوا بهذه المسؤوليه، غادي يحسوا بهذا الثقل. وكنظن بانه هذيك المقابله، علاش قلت قبيله المقابله ديال الجيش الملكي للنسيان، لانه المونديال يطو فيه تا هو راه
السمعة ديال اللاعبين السوق انتقالات يعني تجربة عالمية كلها حوايج اللي غادي تحضر باش ان هذاك اللاعب الودادي غادي يعطي ما فيه صعوبة باش انه يظهر بصورة احسن. كنظن بانه واعين بهذه المسؤولية غادي يكونوا في المستوى وغادي يعطيونا مردود تقني في المستوى ان شاء الله ان شاء الله. اذا المشاركة في كأس العالم للأندية الاولى كانت من اللي الله بدات هذا الكأس هذه سنة 2000 بالبرازيل. الرجاء كانت انهزمت امام كورينتيانز البرازيلي بهدفين الى صفر، ثم الرجاء مع النصر السعودي انتهت المقابله باربعه لثلاثه، ومن بين اللي كانوا سجلوا اربعه الاهداف ديال النصر كان احمد البهجه كنتذكروا. ثم المقابله الكبيره والتاريخيه ديال ريال مدريد الرجاء 3-2 يوسف أشامي ومصطفى مستودع. من بعد كتجي 2013 تبعنا كيفاش الرجاء وصل إلى النهائي مع بايرن ميونخ. 2014 فريق المغرب التطواني، المغرب التطواني لعب مقابلة واحدة أوكلاند سيتي ديال المكسيك 0 ليميت ليه، ولكن ضربت الجزاء أخرجت المغرب التطواني. واللاعبين اللي كانوا سجلوا أحمد جحوح ضيع، زياد كروشي سجل، سيرجي فال سجل، زهير نعيم سجل، والمهدي الخلاطي ضيع الكرة ضربت في القائمة ورجعت مقابلة واحدة اللي لعبت. احنا من كنشوفوا هذه الأمور هذه والوداد اللي شاركت. غادي ننتقلوا الان ونتمنوا بعد الوداد انها تجمع الامور ديالها عليها واحد المسؤوليه ديال تمثيليه المغرب مع المدير. نمشيو للرجاء. الرجاء النتائج ديالو متذبذبه، مازال الرجاء ما لقاش الايقاع ديالو، مازال ما كنشوفوا هاد النتائج ماشي هي هذيك. نخرج انا واحد العدد ديال اللاعبين يمشيو في حالتهم، عمر العرجون، زكريا الوردي، محسن متولي، عبد الجليل الجبيره، الحفداد اياس، وحداد حميد نقومه، الحافظ وسفيان رحيمي، الحافظات لعبكم كيمشيو وكتخرجوا بعض التصريحات هادو كاين تكلموا انا غنجيب لعابه وماشي الكرارس ماشي يعني كاين شي حويجات اللي شويه كيكونوا مؤلمين. هو سي ابو السهل صراحه انا كمغربي هادشي اللي كنشوف في الرجاء ما عجبنيش. علاش؟ لانه هو دائما الفرق الكبيره ديال المغاربه كاملين. نعم. لأن الجمهور ديال الرجاء ماشي غير في الدار البيضاء، الجمهور ديالها في المغرب كامل، ولكن ملي كتشوف خارج أرض الوطن ولكن ملي كتشوف الرجاء بهالطريقة يعني بدون روح، يعني حتى المستوى التقني يعني ما كيعجب حتى شي واحد. ما يمكنش فريق الرجاء البيضاوي اللي ممثل الكرة المغربية في تظاهرات كبيرة لا إفريقية ولا عالمية أن نشوفوه بهالطريقة. مني كنهضروا بهالطريقه هذا كيبين باننا حنا كنبغيو كرة القدم المغربية، كنبغيو فريق الرجاء البيضاوي، لانه في المقابلة اللي شنا مع المغرب الفاسي هذا ما كنقصوش من القيمة ديال المغرب الفاسي، ادى مقابلة كبيرة كان نيل، ولكن المنتوج التقني ديال فريق الرجاء البيضاوي بعيد كل البعد على اسم فريق الرجاء البيضاوي. السي عبد الغني العثماني، السي محمد بوطير، السي عبد الرحيم فاكر، الرجاء لعبت 5 ديال المقابلات في الدار البيضاء فيها 3 تعادلات و 2 ديال الهزائم. انا كنعطيك دابا سكانير احصائي، يعني لاول ظهور من بعد لان كان الجمع العام نهار الخميس 16 يونيو 2022، الجمع العام سلام مع 12:30 هكذاك، العشيه كانت ديربي الرجاء والوداد، الرجاء كانتصر على الوداد بهدفين للصفر، كانت الدوره 25 ديك الساعه، الرجاء كتنتصر، الرئيس كيدير دوك البريمات الكبار واللي سجل عنده فلوس كثار، واحد 300 مليون اللي تفرقات واحد كذا. من بعد كتجي المباراه ديال الربع النهائي بين الوداد والرجاء في المنافسات ديال كاس العرش، الوداد كتهزم الرجاء بهدفين الى صفر، وهذا الشيء ما بين 16 يونيو و7 يوليوز. ثم كيبدا الموسم الجديد،
الدورة الأولى الرجاء كتعادل مع أولمبيك أسفي جوج جوج، الدورة الثانية الاتحاد التركي كيهزم الرجاء بهدف 1-0، الدورة الثالثة الرجاء المغرب التطواني التعادل في الدار البيضاء، شباب محمدية مع الرجاء التعادل محمدية بالدار البيضاء، الدورة الخامسة الرجاء كتنتصر على حسنية أكادير. إذا كنلقاو هاد الدورة السادسة الوداد والرجاء، الرجاء كتهزم بجوج صفر مرحلة الذهاب، ثم الدورة السابعة الرجاء كنتصر على الفتح، هادو هما انتصارات جوج اللي كاينين عند الرجاء. شباب السوالم كتنهزم أمام الرجاء في خارج الدار البيضاء 4-1، والدورة التاسعة اللي عاد شفناها الرجاء والمغرب الفاسي، يعني كيبان على أن هاد النتائج هادي ماشي في حجم الرجاء، ومن حق الرجاء من أنه ما كيتسألوا كيتقلبوا، وكاين إكراهات أخرى إكراهات مادية لأن كاين دي ليتيج غاديين وتيخرجوا. إذن إلا جينا رئيس جديد ومكتب جديد غادي يسير الحاضر هو تيشوف فيه، ولكن ساعة ساعة كتنزل شي حاجة من القديم صعب، والعون القضائي ساعة ساعة جاي وكذا. مش أنا كيبان لي القضية ماشي قضية الآن، هي قضية 10 سنوات من 2012 مع فاش بدا السي محمد بودريقة، وهي جاية من بعد السي محمد بودريقة جاء سعيد حسبان وقال أشهر اللي وقع راه الديون وصلت 17 مليار، شوية قالك 23 مليار، وبدات الامور غدا مسلسله بحال هكاك، شويه الرجاء منوع من انتدابات، الرجاء مهدد بالسكته قلبيه، الرجاء خاصها دير يعني بلون مارشال اللي قال سعيد وكذا وكذا. نمشي غير في الطرح اللي قال السي العثماني ديال الجماهير، كنظن المقابله الاخيره ديال فاس، انا جاي من الخميسات ولاعبين هنايا في الدار البيضاء، اللقاء يتلعب في الدار البيضاء، تصور الحافلات جايين فيهم جمهور الرجاء. انا تنسول تنقول تنشوف كنقول الرجاء لعبه في كازا والحافلات الجماهير جايه من مكناس، يعني جماهير عندها عالميه. نعم. من الاخطاء اللي ارتكبت في الرجاء واحد الوقيته الرجاء شدات، يعني كونت فارق في المستوى، انا كان يمكن هاد الديون كامله غتكون كتنخفض لو حافظوا على السلامي. مصافق معك على السلامي. نعم، لانه السلامي كان عارف شنو واقع في الرجاء، واعتمد على ولاد الرجاء وجاب القاب ولاد الرجاء. هذا هو الخطا اللي ترتكب من ناحية التقنيه، لانه المدرب اللي غيجي ما عارفش شنو واقع في الرجاء، غيقول لك انا بغيت هاد اللعاب يمشي. ولكن لو كان بقى السلامي كنت ظرف 4 سنوات كان الديون غتنخفض. شو غادي نفتحوا قوس على شكون اللي رغم على الرجاء ان تتعادل هنا بالزمن في الدار البيضاء، وكان قريب انه يحقق الفوز المغرب الفاسي. راه قلنا بانه ماشي كنقصوا من القيمه ديال المغرب الفاسي، ولكن عبد الرحيم شكيليط كان تبارك الله في المستوى، هاد الوليدات خصو فرصه تاهو، حنا كنهضروا عليه، حنا كنهضروا على المدرب، عطاوه الثقه قالوا له انت مدرب، ثقه والنيه ياك هذوك كلمات خصنا هذوك ديما كنقولوهم، ماشي هاد النيه والله. دابا اي اطار خدمتنا دائما هذيك راه تنقولوها، تنجيو تنقولوها للمكتب المسير وتنقولوها للاعبين، كنقول لهم شوفوا يكونوا ما بغى يكون هذا المسير ولا يكون هذا اسمه، شي الا كانت نيتنا كاملين صافيه. انا لا دابا انت قلتيها مزيانه السي محمد بودر، قلتي النيه صافيه حيت راه كل واحد عنده نيته، النيه وخلاص النيه ما يتلاقاوش، واحد عنده النيه ديال شي حاجه اخرى وهذاك واحد عنده النيه صافيه. دابا شوف كاينه مصلحه وحده اننا خدامين في الرجاء، انا اجبت الرجاء لاننا كنهضروا على الرجاء، خدامين في الرجاء نحققوا نتائج ايجابيه. كاينين مجموعات، كاين مجموعه اللي ماشي في صالح الرجل زيد، وكاين مجموعه اللي باغي يخدم حيت النيه وقلت النيه ما عمرهم يتلاقاو، وهو اللي كيخلق هذا الزعزعه. النيه كبيره وعندها الادوات، حيت حنا قلناها قلناها في هذا المنبر بانه ديال الهدم كاينه كثيره، قلنا بان الجمهور خاصو يكون امبليكي حتى هو يدخل في المشروع ديال بناء فريق بهذه الطريقه. الرجاء في المركب الرياضي محمد الخامس الساعة عبد الرحيم فاكر شفتيها 5 مقابلات يلا ربح الجوج. بالفعل رغم الحضور الجماهيري اولا كما تكلمتوا على الجمهور بان الحضور الجماهيري قياسي كيحضر المباراه كيدعم كيساند، ولكن على ارضيه الملعب التغييرات كبيره في التركيبه البشريه هي اللي ضعفت الرجاء حاليا.
رشنا امام المقابله الاخيره امام المغرب فاس راه كاد ينهزم في اللحظه الاخيره لولا التدخل ديال انس الزنيتي. اداء كان باهت كارثي. التوقف ديال شهر ونصف ديال البطوله قبل الهجوم قلب لحد الان ولو محاوله واحده. انا ما عندي حتى مشكل مع اكسل ماي، ولكن اكسل ماي دابا غريب. هذا كنجيبوه هداف، انا حكوا لي على ان حتى في التدريب ما كيسجلش. صعيبة. انا قلت لك دابا الا ما كيسجلش في التدريب كيفاش غيسجل في الناحيه التقنيه؟ قلت لك خطا كبير ارتكبوه مسؤولين دراجه مع السلام. اخطا، هذا هو اللي خلى انه شوف يعني المدرب ولا التقني غيساعدك في انك ما ترتكبش اخطاء، خصوصا التقني اللي قريب للفريق. عارف الفريق واش الا جبت هذا اللاعب واش غيتناسب مع الموديل دو جو ديال هذا الفريق. نحييو عبد الرحيم شكيريط بالفعل ونستمعوا ليه وكيل تحدث على المقابله ديال الرجاء والتعادل بالمركب الرياضي محمد الخميس. عبد الرحيم شكيريط هذا اسم كيتنقش، راه اشتغل في التدريب شوف في مدينه فاس وهنا وهنا، درنا الدورات التكوينيه يعني من الاطور تبارك الله اللي ثم التواضع ديالو وصورته. نستمعوا ليه. كنظن بان نتيجه ايجابيه غتخول لنا ان شاء الله نخدموا في كل اريحيه. عندنا مجموعه اللي عندها كتوفر على لاعبين ديال التجربه، ذوي التجربه ولاعبين شباب، ونتمنى من الله اننا هذاك الانسجام اللي كنا سنقلبوا عليه يحصل في اقرب وقت، وان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه اللي ترضينا كما سبق لي وقلت وترضي جميع الفعاليات ديال الفريق المغربي هذا الفاسي. فالنتيجه اليوم مع فرق كبير بحال الرجاء البيضاوي ومدينه الدار البيضاء في الظروف اللي عشناها ما تكون الا ايجابيه، وان شاء الله مازال فريق المغربي هذا الفاسي يقول الكلمه ديالو بهذه المجموعه اللي موجوده ان شاء الله. في المقابل المدير الكبير، المدير الكبير اللي كيجي من بعد فوزي البنزرتي، ثلاثه ديال النتائج، ثلاث المباريات اللي قاد الفريق ديال الرجاء البيضاوي من بعد تم التعاقد مع المدير الكبير بدون انتصار في 24 شتنبر. بالفعل كانوا ثلاثه تعادلات هما اللي خلاو الانفصال على فوزي البنزرتي. اكثر من ذلك استاذ اسمح ابو السهل والاخوان السي العثماني السي بوطير، هو ان مثلا تم التعاقد مع المدير الكبير، الان كان التوقف ديال البطوله الوطنيه ما شفناش هذيك اللمسه ديال المدرب على التشكيله. ويطالب بانتدابات كتطلق واحد الفراغ ديال المدرب. شوف هاد التراكمات خلات الرجاء في هذا المشكل، تراكمات سنين دابا ديال دابا فريق الرجاء البيضاوي بديك الترسانه ديال المدربين اللي عندهم اللي هما دابا خدامين، واش ما قادرش واحد انه يخدم في فريق الرجاء البيضاوي ويحقق به نتائج بهاد النتائج اللي كاين بها دابا المدير الكبير؟ واش ما غايديرش يعني مدرب من فريق الرجاء البيضاوي؟ ود الفرقه لا يعقل، لا يعقل. فوزي البنزرتي جوج ديال التعادلات وهزيمه، تيقول لك انا ما هو قال انا ما فهمتش. هذا لقيت اللي جيتي هيئتي وكل شيء، ولكن لقيت اللي السي فوزي البنزرتي جيتي 10 ايام قبل من المونديال ودخلتي انت اللي درتي هذاك الشيء، علاش ما عاودتيش درتيه هنا؟ عاوي متفق معك. هذا ماشي منطق. نستمعوا للمدير الكبير المدرب التونسي لفريق الرجاء. ريبريز بعد توقف دام ست اسابيع، كنا نامل باش نواصلوا في سكه الانتصارات خاصه المقابله على ارضيه ميدان قدام الجماهير نتاعنا. كنا سانسيرمون عازمين ومصرين اللي كانوا الجماهير الكبيره هذه اللي جات باش نفرحوهم وناخذوا ثلاث نقاط. مالوريزمون لقينا بلوك ديفونسيف منظم، منافس عرف كيفاش يسكر علينا المنافذ الكل، واحنا ما نجحناش في التنويع على الهجمات نتاعنا، ما نجحناش في اللي تير دولوا في اللي بالاريتي في الباس الاخرانيه. كل ما كانت تدخل الكره للترون دنيير متر كنا لقينا دي ديفيكولتي، ما خلقناش فرص، لانيماسيون اوفونسيف نتاعنا ما كانتش افيكاس. بكل صدق ما كناش نستحقوا الانتصار اليوم بارابور المردود اللي خدمناه. نعم مستمعاتي مستمعي الكرام، غادي ناخذوا الان الاراء ديال المستمعين. وحنا كنتحدثوا على كره القدم من بعد المونديال، كنا بغينا نشوفوا، ولكن هادشي ما غايجيش بالزربه، فقط تكون هناك نيه او نوايا حسنا اللي غنصلحوا فيها وغنديروا.
لان الى جنا بدينا هاد التغييرات ديال المدربين راه هادشي ما غاديش يخدم. الى درنا واحد العدد ديال المشاكل غتزيد ثاني. ثم هاد جيب 12 لعاب وطلق 12 لعاب وشي داخل شي خارج ما خصهاش تبقى هادي ما تبقاش خصو يخرجوا قرارات. هاد الميركاتو غادي تفتح نهار 3 نهار 3 3 يعني يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء والفرق كلهم باغيين يشريوا اللعابه. منين غنجيبوا هاد اللعابه؟ ولكن راه كاين عقوبات كاين قوانين كاين قانون ديال العصبه ان ممنوع لاي فريق انه ينتدب الا ما خلصش الناس ولا ما خلصش خصو يكون خارج دو جامبير خصو يكون خلصين في خاص الفرق خاص الفرق كلهم بحال بحال ماشي واحد مسؤول على العصبه ولا هذا غادي ولا ما خاص كل شيء بحال بحال. واللي هو في موقع المسؤوليه يعطي النموذج يعطي ليكزومبل فرخصو تكون مزيانه. صح 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 صح. ناخذوا معنا مستمعتنا مستمعينا 0522 31 33 33 و 0522 30 30 00. على بركه الله نعاود نذكر كيحضر معنا بالاستوديو الاطاران الوطنيان اللاعب الدولي عبد الغني العثماني والمدير التقني الان بنادي يوسفية برشيد والاطار الوطني والمدرب السي محمد البوطير وزميلي الاعلامي عن القسم الرياضي عبد الرحيم فاكير ومعنا ايضا انتم. البدايه غنمشيو لبجعد وناخذوا معنا السي محمد. السلام عليكم سيدي محمد. مرحبا. بني باتاو ابي الجعد. بني باتاو. نعم تحياتي اليك وتحياتي للسي فاكير والضيفان السي بوطهير والسي العثماني واختي كوتر وكل مستمعين وسنه سعيده ان شاء الله بالصحه والعافيه. شكرا. اخوانا سيدي محمد كنتصل ملي كنسمع الراجل في هذه الازمات هذه. عاد كتصل؟ ولا ولا خصوصا لما كان نخلي فرصه للاخرين ولكن للاسف كنسمع بعد هاد المواد اللي كتهضر على الرجاء يعني للاسف لان شنو المقابله ديال المغرب الفاسي لولا تدخل حارس زنيتي لكنا نوصلوا شي نتيجه ثانيه سلبيه. وتنتمنى نعطيو لهاد المدربين الكبير واحد الفرصه ودير واحد المقابلات او ثلاثه باش يمكن يمشي في السكه الصعيده لان الفرصه ديال الشهر ديال المونديال راه دازت يعني باش يستافد منها هو كمدرب ويشوف النقاط ديال الضعف وديال القوه ماشي يبقى جالس حتى نوصلوا تبدا البطوله من جديد دور العجله ونعاودوا نخسروا يعني في البدايه ديال البطوله ما يمكنش لان الفرق استعدت وتقوات وجمعت القوه ديالها باش تستعد للبطوله لان المدير عنده شهر اما البطوله عندها سنه او سنتين. حنا هنا مقبلين على كاس افريقيا وخاصنا لاعبين يكونوا بعد واحد القوه جسمانيه وذهنيه اولا لان ما بقاش المدرب راه مربي وطبيب وكل شيء فيه اسيدي محمد. وتنتمنى باش يكون شي لاعب في هذا الميركاتو هذا الشتوي ان شاء الله شي مهاجم صريح يلمس الكره تسجل ما كاينش المزاح ونمشيو بالنيه كما قال السي وليد وما نطيحش عليكم سنه سعيده لكم والشعب المغربي وتنتمنى لكم طول الصحه. شكرا. المهاجم الصريح راه هو بين مالونغو اللي كان سجل شحال كان سجل واحد 16 هدف هدف الدوري هدف الدوري مشى في حالته راه الرجاء غتستافد من شي من ديك النسبه ديال باقي كيعطي. نمشيو للتمارا ناخذوا السي سعيد. بس اخر سي ابو سهل وسي عبد الرحيم والشا وسي عبد الغني العثماني وسي عبد الله بوطير. نعم. كنت نقول لكم سنه سعيده ونتمنى بالخير واتصال الكره ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا كنبين الفريق ديال المحب وفريق الشمالي بانتصار ساحق امام الوداد البيضاوي. نعم. ان شاء الله يعود بثلاث نقاط من هذا ان شاء الله يوم الخميس. وبالنسبه للوداد البيضاوي خصو فرصه للمدرب المغربي لان راه اتفق الله كاين كفاءات كبيره كتخرجوا في ثانويه المدربين الكبار اتمنى تعطيك الفرصه وش هما يزيدوا الفريق ديالو قدام انا اتفق الله عندهم يقولوا انا فخر تبارك الله ما عمرك تعطيك فرصه و لا تعطاتو لا وراه سبق له درب الوداد وكان محنك مزيان علاش؟ عطاتو واحد الوقت واحد الوقت اللي هو معين ماشي عطاتو فرصه كبيره وراه ما كاينش وقت كاع الاوقات معينه اي وقت جا فيه غادي يكون معين ما تعطاو تبارك الله الالقاب اللي حطات الوداد راه اغلبها
نعم تبارك الله، راه كاين موسى، كاين تبارك الله بو جمعه، كاين فتشوش، تبارك الله كاين ولاد. شوف ما كاع الفرق عندهم ولادهم، ولكن خاص تثق في ولادك. الثق مدرب كبير ب 120 و 130 مليون وجيب لا ولكن هذا الشيء اللي قلتي لي مدرب كبير في الاجر في السالير، بغينا يكون كبير في الخدمه. ولكن كداخل الملعب ما كنشوفوش هكا المدرب. اه راه خاصو كيف تيقولوا خاصو يبرد هذاك، خاصو يجستيفي هذاك الصالير، خاصو يحلل فلوسه. اه يحللها ما كاينش. تبارك الله عليك خويا، شكرا. غنمشيو لوجده ناخذوا السي محمد. اهلا وسهلا سيدي محمد، ابو سهل بالضيوف اللي معاك. مرحبا، راك غايه ولا غايه الغايات استاذ، وسنه سعيده لكل المغاربه وعلى راسهم سيدنا نصره الله. نعم وسيدي والصديق كمال لحلو مدير الاذاعه. نعم الله يجازيك بخير وكل العمال والعاملات. الله يجازيك بخير والله على قيمة الرجاء البيضاوي وكل الفرق المغاربة. وجدة وجدة والمولودية تاعي. وجدة 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 واش نقول لك وجدة وجدة غير خليها. كيفاش خليها؟ أنا ما نخليهاش، قال نخليها. أنا خليتها راه يعاتبوني أنا. وسيدي محمد. نعم. وجدة راه ناعسة شوية في الكرة. علاش ناعسة؟ ما خصهاش ناعسة. وان شاء الله تكون بخير وعلى خير ان شاء الله، وتلقى الرجال اللي قعدوا القيمه ديالها. نعم ونهار مبروك والله زهر المغرب واسود الاطلس واحد بواحد. نعم تحيه ليهم وليهم سنه سعيده وعلى راسهم البطل الركراكي الاسطوره المغربيه. نعم النهار مبروك ان شاء الله سيدي محمد. تبارك الله عليك خويا، شكرا. الله يا نرجعوا لتمارا وناخذوا السي عبد الكريم. عليكم السلام عليكم سي مسعد. مرحبا السي عبد الكريم. سنه سعيده ومرحبا عليك وعلى الضيوف ديالك وعلى جميع المغاربه الرياضيين عامه. مرحبا. بالنسبه للنتيجه ديال فريق الوداد مع الجيش، المقابلة لا بد فيها منتصر منهزم. أكيد. ما سيدي ما غادي تنتصر. أكيد. للأسف انقطع لي الخط، غادي ناخذوا معنا عائشة من الدار البيضاء. ألو؟ لا عائشة مرحبا. السلام عليكم سيدي أخويا بخير. لاباس الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير والله إلا فرحة كبيرة اللي شدينا التليفون اليوم. مرحبا مرحبا. مرحبا سي أبو السهل. والله بغيت غير ندخل قبل الرجاء، حنا عاشقين ديال الكره ديال الرجاء، وهذا الشيء اللي وين تنشوفوا راه في الحقيقه تيضرب في القلب، لان ما تنقولوا حتى نموت على الرجاء. انا بندير في الطاقه. لا ما تموتيش، نقول لك نحب الرجاء، ما بغيت حتى واحد يموت على شي حد. لا والله الا تموتيش راه الدم ملي كيشدك لاكاج وكيعوجوا لك سبعانك راه فوق من الموت. والله حنا كنا من الصغر مع الرجاء، من ايامات انا كبرت في درب السلطان، تنشوف طاطوم، تنشوف بيتشو، تنشوف زعما يعني راه الرجاء راه ماشي في الدم ولا هادشي اللي ولا تنشوفو، راه عيب، راه حشومه والله الا حشومه. وما بغيناش منهم كثير، وين عا كما كانوا الاخوان قبيله تيقولوا عشويه ديال النيه في الخدمه. الله يرحم الوالدين، الا كان شي واحد يسمعنا الله يرحم الوالدين راه غادي تطردقوا لينا المرار. الله يرحم الوالدين. لاباس عليك، لاباس عليك. واه والله خويا، والله خويا، شوف راه انت راه خويا راه زعما تنحسبك خويا ومن الناس. مرحبا انا خويا الواعرين ديال الكره. لا لا غير خوك انا. والله خويا لا الراجل اللي غتمرضنا وحق الله العظيم، مرضتنا ماشي غتمرضنا، والله الا مرضتنا. وهادشي اللي ولات نشوف وراه بزاف اسميه الراجل راه كبيره، والناس ولاو حاطين شي حوايج زعما هادشي. وقبيله ديك لابار، لابار تتقولوا لابار، طلعت لابار. لابار انا بغيت نقول الناس اللي كيز لابار خاصها تطلع في جميع الميادين فيها في كوره. اكيد بما ان احنا وصلنا لهذا المستوى، لابار خاصها تطلع في كل شيء في جميع الميادين ديال بارك علينا. هذا المغرب اللي كنا نسمعوه ديما اونشيت، دابا راه بغينا شي مغرب اخر ان شاء الله. حنا كبرنا وما بقى لينا والو، بغينا وليداتنا وهذا الشيء الاجيال اللي جايه ان شاء الله تعيش شي عيشه احسن.
شي مغرب اللي يستاهل الحميه ديال هذه الصرخه ديال الصرخه ديال من قلب ضرب السلطان. لا الصرخه في اولى ايام 2023. نعم صرخه يعني كتكلم على فرقه كتحبها كتقول لك وبينات عطاتنا درجه التاثر والوقع ديال التفاعل ديالها قالت لك درجه صباعك واجوك هذا. إذا نتمنوا خير، نتمنوا خير العيشة. الله يعطيك الصحة. نتمنى أن يكونوا اللعابة كيسمعوك، لأنه هذه الطريقة باش هضرتي كيبين الحب ديالك لهذا الفريق. فهذا فريق ماشي غير ديال كيف قلت قبيلة ديال الداربي، راه ديال المغرب كامل، كل شيء كيبغيو هذا الفريق. نتمنوا يكون خير إن شاء الله. نمشيو لوجدة ناخذوا معنا السي رمضان. السلام عليكم الأستاذ أبو سهل. أهلا سيدي رمضان، سنة سعيدة ومرحبا. سنة مباركة سعيدة لكم والحضور اللي معكم السي عبد الرحيم فاكير وكذلك السي العتباني السي بوطير. مرحبا. يعني كنشكركم على هذه الجلسة يعني على الحضور ديالكم. أولا كنت تكلموا على الجيش وفريق الجيش وفريق الوداد، لأن الجيش معتمد على لعابة ممتازين، لأن بدأ ثلاثة من المولودية الوجدية كجاكي تي ونفاتي وخافي وكذلك لاعبين أخرى آخرين عندهم. الجيش مركز على يعني أنا على ما أظن هو اللي يفوز بالبطولة إن شاء الله. سير رمضان. نعم. فريق تيبع اللاعبين ديالو الممتازين لفريق آخر وبغى يربحوا. ايوا انا اللي بغيت نقول لك السي محمد السيدي عندك المولودية الوجدية اللعابه ديالها كلها الممتازين كهركاس وكقاسمي اللي ملفتح والبحيري والعماري والنفاتي وخافي وخفيفي اللعابه المولودية مشاو. انا عاد بغيت نجي لك على المولودية الوجدية. دابا كنتكلم معاك على الفرقه اللي كتضيع اللاعبين والمسؤولين على هذا الفريق، يعني كيفاش لما كيصيفطوا لعابه ممتازين عاد غادي الدار المولودية راه ست نقط اللي راه عندها وراها مزيانه. يعني في الحقيقه ما عندهاش يعني اللعاب مخلصينش، الرئيس ما مهتمش انا نظن، وعلاش يدخل هالمساله من ما كيعرف المغرب الشرقي ما كاين لا شركات لا اللي حلفاء اللي يعاونوه. الانسان ما يدخلش لهالمعمعه ما يترأش على واحد الفريق. ايوا وشنو الحل؟ ما يترأش هو غايقول لك هو اللي سلا ما قدرش ينسحب ويخليهم يلعبوا بالهوات. هذا الشيء اللي كاين. انا لان الجمهور ما عاونش، الجمهور ما يدخلش الملعب، يعني ناس اخرين ما بغاش يمدوا يد المساعده للمولوديه، الرئيس وحده كيقول ما قديتش، ولكن ما قديش الانسان اللي ما قدرش حاجه يقدم الاستقاله ديالو. انا نظن هذا هو لا الواقع باش يخلي الفريق ينزل الهوات براسهم. نعم. احنا المولوديه واش المولوديه انتحى القيمه في الحقيقه؟ المولوديه عندها حتى هي يعني لاعبين كانت وكفرطوا، واش هما تسعه اللاعبين اللي صيفطوهم غير ممتازين؟ فين اش عندها دابا؟ خلات هادو حتى هما راهم يكافحوا، لا مدرب معقول، لا السيد يبغي يخدم جعواني كان بغى يعمل شويه صيفطوه، الاخر صيفطوه وقدموا ديال بيناتهم راهم يلعبوا والسلام. وحق احنا ما رضاوش مع الفريق اللي يولي يهبط له كما وقع لاحسن فرقه الكوكب المراكشي. هذا شوف لكل شيء، هذا الشيء على المكتب الواقع. المكتب اما يتقدموا ويقبضوا فريق واما يبعد الانسان ما يقدش، ماذا ما يتحمل المسؤوليه يتحملها. ها هو دابا ممنوع ان اللاعبين يسالوا المينا يسالوا اورجور يسالوا، كيفاش غادي ينتدب؟ واش غادي ينتدب؟ غادي يجي غير من الهوات. صعيب صعيب صعيب. يجي من بريمير هوات الدرجه الاولى ما كانش. او اللعابه عنده إيه كان شي لعابه مزيانين، ولكن خصهم تاهما الاجور ديال المسكاريه، ناس عندها وليداتها، ناس مزوجه. ايوا السيد كياكل غير عندنا واحد ياكل مع صديقه ويتغدى مع صديقه، حشومه كاع. نعم. اللي يلعب هذا اللاعب هذا غادي يسجل. نعم. وغادي يجري وغادي يجري. دابا كاين بزاف ديال الالم. شكرا لك السي رمضان، كنتي معنا من وجده. غنمشيو للبوزنيقه وناخذوا السي طارق. طارق مشروع معلق رياضي. طارق مرحبا. مرحبا بك استاذي السي محمد ابو السال وضيوفك الكرام والاخت كوثر قطايه وجميع المستمعين الكرام والمتابعين الاوفياء من الملاعب الرياضيه نحرب ارجاء المملكه المغربيه ايضا حتى خارج ارض الوطن. استاذي محمد ابو السال،
ما يقع في فريق الرجاء يعني مستوى تقني رديء. يعني انا ما كنقللش من القيمه ديال المسؤولين واللي تعاقبوا على تسيير وتدبير شان فريق الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي، الرجاء الافريقي، الرجاء العالمي. يعني عبر مرور الزمن الرجاء مثلا في المنافسات القاريه في افريقيا وحتى في كاس عالم الانديه مرتين، يعني وكان تمثيل رائع. يعني كنشوفوا بعض انتدابات اللي ماشي في المستوى ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. ما كنقللش من القيمه ديال اي لاعب تقنيا لا الفرديه او الجماعيه. يعني صراحه المستوى اللي شفناه ضد المغرب الفاسي ما كنقللوش من القيمه ديال فريق المغرب الفاسي، انه فريق عريق وفريق له الوزن ديالو في البطوله الوطنيه الاحترافيه كرة القدم. لكن كتوقع اختلافات حتى في بنود العقود ديال بعض اللاعبين اللي كيعطيونا عرقهم. كيوقعوا بعد أستاذي سي محمد أبو السهل بعد الأرقام ديال بعض المسيرين، يعني تعطونا بعد الأرقام لبعض اللاعبين باش تينتدبوهم، ومع مرور الأيام كنكتشفوا بأنهم كانوا تبيعوا الوهم للرأي العام، يعني المتلقي الرياضي، الجمهور المحب لكرة القدم أستاذي محمد أبو السهل. وهذا شيء تألمنا، تنشوفوا فرق كبيرة القاطرة ديال كرة القدم في المغرب. يعني حنا ما أتكلم طبعا أيضا حتى الوداد الرياضي المغربي، كنشوف ترسانة ديال اللاعبين من أفضل اللاعبين عند الوداد الرياضي البيضاوي، وتنشوفوا نتائج متذبذبه، لان حتى غياب تواصل استاذي محمد ابو السهل. وشوف كما كان الحال، شوف باش ما نكونوش قاسين كثير على هاد المسيرين ديال هادو، راه هاد الفرق هادو راه هما اللي كيلعبوا المنافسات القاريه والدوليه، غير كيخص توفر لهم الامكانيات وتكون الامور الحكامه خاصها تكون حاضره. شكرا لك صديقي طارق. نرجعوا لوجده. كاين بزاف د المكالمات من وجده. كي غيكون السي حسن مرزاق حتى هو دابا غيكون حتى هو مويات وجده من الانديه اللي ممنوعه من الانتدابات. حتى هي عدد كبير، كاينين تسعه الانديه، تسعه الانديه ممنوعين اللي هما المغرب اتحاد طنجه، المغرب التطواني، اولمبيك خريبكا، الرجاء اولمبيك خريبكا، الرجاء الرياضي، نهضه تبركان، دفاع الحسين الجديدي، المغرب الفاسي، واولمبيك اسفي، ومولودية وجده. اذا كيبقاو سبعه، كيبقاو سبعه الفرق هما اللي عندهم حق باش ينتدبوا. إذا هادو ما يدخلوش للسوق كاع. ممنوعين. خاوي. إذا نمشيو لوجده ناخذوا السي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام السي عبد الله. سي محمد بسلام بخير، لاباس عليكم. الله يحفظك السيدي. شكرا، احنا شويه الصوت محوش مع البرد، ولكن هذه الوقت كلنا بحال بحال. نعم. كلنا بحال بحال، مزيان ما كاينش مشكل. انا وقفت في الطريق في الحقيقه باش نتحدث معكم. مرحبا. يعني الا سمحتوا بواحد المشاركه، يعني انا نقول مشاركه المنتخب الوطني وهذا الانجاز الكبير اللي قدمه المنتخب الوطني، يعني فيه رسائل قويه لمن يهمه الامر. اولا احنا عندنا الحمد لله طاقات هائله في جميع الميادين بما في ذلك الجانب الرياضي، اللي بينوا فيه هاد اللاعبين على ان نحتاج فقط الى ان المؤسسات تكون في مستوى الطموحات والانجازات ديال هاد اللاعبين. وهنا نذكر واحد القضيه، انا مثلا لم استسغ قرار ديال رئيس الوداد في الانفصال على واحد المدرب، مع العلم ان سي حمود انا لا اعرفه شخصيا، انا من شرق المغرب ارى اتابعه فقط بانجازاته في كما هو في الاعلام فقط. يعني رجل ذهب مثلا الى قناه الكاس مثلا ليمثل يتحدث ليس كفقط مدرب ولكن كطاقه مغربيه لها اذاعتها لها انجازاتها، سياتي قرار مثلا من رئيس لانه هو صاحب الامر من قبل وبعد ويقوم بنوع من الفسخ ديال العقد ديالو، هذا فيه نوع من الاهانه وفيه واحد الاشاره في الحقيقه غير سويه. انا كنقول نحتاج المؤسسات الرياضيه والفرق، راها مؤسسات، هناك الوداد والرجاء هي مؤسسات. هو كاين شوف كاين تعاقد ما بين انا فاهم سي محمد غير بلاتي شوف انا وياك مزيان نفهموا، حتى انا بغيت نستافد في راسك. نعم. ما كنفهمش كل شيء، انا تنان بغي نستافد، غير كاين واحد التعاقد بين المؤسسه وبين المدرب. واش كان هناك الان بيناتهم هما واش كان واحد ترخيص لكي باش الحسين عموته؟ انا كنت سمعت على ان ربما عنده شي حد من العائله ديالو مريض كان غادي يديه او لي. المهم ظهر على انه كان اختلاف حول ان الحسين عموته يتحول الى محلل في الوقت اللي الفريق ديالو في حاجه اليه، ولكن راه كاين البنود اللي راه ماشي في الفضاح. انا معك سي محمد في هذا الامر، ولكن في الطريقه الذي يجي واحد الانسان ويدير تدوينه مثلا غير لانه مثلا هو رئيس، انا اعتقد فيها نوع من الامتهان ومن الاهانه لواحد الطاقه اللي نقدره يعني انجازاته وتشهد له
والدليل على ذلك على أنها الآن الوداد الآن يعني كيف تسقط فيها أول نازلة بثلاثة الإصابات لصفر. نعم. هذا الأمر اللي يعني بغيت نشير له أنا وأنتم الحمد لله إذا لا 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 مرحبا شوفكم إذا كنستفدوا من الجميع مرحبا. نعم يعني استمعوا ليك في الوقت اللي ستكون هناك إنجازات ربما تجي بعض المسؤولين لأنهم وجدوا على رؤوس فرق فقط لأنهم أصحاب أموال فقط. فالآن تصر ما وقع الآن في قضية التذاكر هذا فقط لا نرضى به كشعب ديال التذاكر هذاك. فلذلك أستاذ إحنا نقول الآن نحتاج إلى هذاك ديال التذاكر ماشي هذاك التذاكر ماشي الرياضة يعني هذا غنقول واش أورجو ولا شي حاجة. أنا على بغيت نقول هذاك راه واحد بدا كيبيع التذاكر وإلا قلنا كيتباعوا التذاكر اللي كتوصل 12 15 ألف درهم ما بقاش التذاكر هذا راه شي حاجة أخرى. هو أننا نحتاج في هذا الوقت أن جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات الرياضية وخا يكون إنسان صاحب مال ينبغي أن يكون له شيء من الحكمة والتبصر لأنك لما كتسير واحد الفريق قراراتك محسوبة عليك لأنك أكيد عموميا. فلذلك أنا حقا يعني في المقابل لإنجازات الآن اللي حقها الفريق الوطني واستقبال جلالة الملك استمروا هادشي اللاعبين هذا ينبغي للمسؤولين أن يرتقوا إلى هذه الإنجازات. نعم رسالتك واضحة. وصلنا للساعة الثالثة باستوديو إذاعة أم أف أم مازلنا ساعة أخرى نرجعوا عند كوثر قضايا فاصل ثم نعود إلى برنامج من الملاعب الرياضي. نواصل استقبال المكالمات ديال مستمعاتنا ومستمعينا ودائما على أثير إذاعة أم أف أم. سي عبد الكريم من تمانة. السلام عليكم سي بوستان. مرحبا سي عبد الكريم. اسمح لي تقطع لك لا لا ما تقطعش لي الخط. انا اللي هذا لي الرساله. لا مرحبا 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 بك. بالنسبه للفريق الميدان البيضاوي نعم راه غادي يكون باقي 21 دوره راه مازال غادي يكون الكلمه دي معلوم معلوم هذا واجب هذا راه غير هذه عطره دابا ملي كتشوف كتخسر اون باتاي ما كتخسرش لا غير ماشي نهايه العالم راه باقي المقابلات ان شاء الله. واللي بغيت نقول لك على فريق الرجاء البيضاوي حاليا راه ما ظهرش بالصوره ديال فريق الرجاء البيضاوي يعني هذا بالمقابله اللي دوزو انا شوف هذوك الفرق اللي تيكونوا في المقدمه دائما بحال ديك العربه اللي كتجر الى ديك القاطره اللي كان فيها شي حاجه كتحس دائما كتقول شي حاجه ماشي هي هذيك. وبالنسبه لواحد النقطه اللي بغيت نسال لك فيها هو فريق اللي قال لي انا داخل بواحد القوه للبطوله الاحترافيه هذه الثلاث سنه هذه وهو فريق المغرب التطواني اللي عاد صعد من قسم الاحترافيه وراه عنده حتى هو راه كيعتمد على لعيبه راه عنده مشاكل كثيره حتى هو ما كاينش انتداب تاع عبد الرحيم ياك بالفعل حتى هو ما عندوش انتداب كثيره. المهم راه ظهر بواحد الصوره ديال فريق قوي. وشنا المدرب ايضا الجديد اللي جا متحمس كتشوف بانه ما بحال ما صعدش من القسم الثاني واخا هو كان القسم نعم الأول. نعم بحال راه باقي في القسم الوطني الاول. نعم نعم شكرا شكرا لك اخويا. نمشيو لاسفي ناخذ معنا السي فؤاد. السلام عليكم سي ابو سهل. مرحبا السي فؤاد. ترحب بك جنة ونعيمة وتحية ليك وتحية للأخت مستقبلة المكالمات وتحية للضيوف اللي معك في البلاطو السي فاكير. شكرا. والإخوان كل واحد بالاسم ديالو. مرحبا. كما كنوجد تحية مباشرة للسي الحاج كمال الحلول الرجل الكبير والقلب الكبير اللي أعطى لنا الله لهذه الإذاعة هذه وأعطانا هذه الإذاعة الحمد لله استفدوا منها الحمد لله والله يطول لي في الله في العمر ويرحم الله خديجة يا كريم الله يرحمها ويوسع عليها. وتحية الكبيرة السي الحاج أبو السال وتحية لكاع الشركاء والعظماء اللي كيخدموا هاد البلاد. شوف الزوجة ديالو فاطمة بن نيس الله يرحمها. لا فاطمة لا فاطمة يا فاطمة بن نيس الله يرحمها. نعم الله يخطيك السي أبو السال يعني كنشكر الفريق ديال الأولمبيك آسفي على هذا الانتصار ديالو وكنتمنى ليا ربي الازدهار في البطوله يا ربي ويشرفنا ولما لا البطوله ان شاء الله تعالى يا ربي. حنا دابا في يعني المركز الرابع يعني 15 نقطه وكنطمحوا ان شاء الله نتنافسوا على البطوله الحمد لله. وبغينا الاسفي بغينا تشرفنا في القاره الافريقيه. هذا شوف الوداد قادره على انها تحقق نتائج هامه في المونديال يطحنا شفنا الفرق اللي كاينين
الوداد حتى عندها راه بطل ديال افريقيا، والوداد عندها الامكانيات كلها البشريه، هاد اللاعبين اللي قادرين يحققوا، راه عندهم ثلاثه ديال اللاعبين شاركوا في مونديال. بارك الله تبارك الله سي ابو السهل، يعني لا شك في ذلك، يعني الوداد كتبقى كبيره واخا النازمه ديالها مع الجيش، هي تمرض ولا تموت الوداد كالرجاء حتى هي كذلك. نتمنى باقي الخير القدام ان شاء الله تعالى، والرجاء بغينا تفيق شويه تفيق شويه وفيقوا المسيرين ديالها. ما نقولوش كلشي خايب، ولكن فيهم الناس مزيانين اللي كيغيروا على الفريق الرجاء، ينوضوا يخدموا بعقلانيه وبنيه كما قالوا الاخوان. ونتمنى الازدهار للفرق الوطنيه، باقي كما قلت تابعنا كاس العالم الانديه، نتمنى حظ موفق للوداد البيضاوي. وكنشكرك وكنشكرك السي هشام من اسفي والسي خالد وهذا مدينه وجده. شكرا خويا تبارك الله عليك. غادي نمشيو لوجده ناخذوا معنا السي خالد كاخر مكالمة في هذه الدفعة. سي خالد السلام عليكم، أبيت إلا أن أحضر معكم اليوم، ضروري نقول لكم سنة سعيدة وحضر الناس تعويضة. خصنا نحضر، تحية ليك، تحية لخويا عبد الرحيم فاكر على سلامته، راه كان عيان شوية على سلامتك خويا، وتحية لأختي كوثر. بالنسبة لهذا الشيء اللي راه وقع في البطولة، أنا يجيني بحال يلاه بداية الموسم، لأن بشري هو واحد الشهر ولا 40 يوم بحال راه كلشي تخرب كل لعابة مسافي. لا خوف عليهم دابا، غادي تعرف واش غادي يوقع، وغادي تقول قالها لي خالد وهبي، باقي لهم الماتش الجاي والماتش من مورا عاد غادي يردو ماريو من جديد. راه وقع لهم واحد بحال تبلونطاو كاملين، لانهم كانوا دايرين المنتخب غادي يلعب واحد ثلاثه تاع المقابلات وغادي نوضو نديرو داكشي اللي خصو يدار، ولكن هما طاحوا في المحظور، لا خوف عليهم. بالنسبه للمولودين نقول لها حاجه واحده، يا ربي الله يخفف منا زاد، راه حنا خايفين عليها بزاف، راه عمي الحاج رمضان قال كلش، يا ربي يا ربي يكون واحد ديك ليك من يمشيو لطنجه باش يكون واحد تألق الارتقاء. الرجاء الحبيبه الغاليه حتى هي تبان لي راه راكده ما بغاتش تنوض، مشكله غير من ترقد المولوديه ترقد الرجاء. الله خلونا نفرح شويه، خلونا ما عندكش فاصله. هي ريال مدريد، ريال مدريد شويه راه دايره معنا الاهميه، ولكن ما عليش. انا قلت لك دابا هاد 40 يوم اللي ريحوا اللعابه بحال شويه كانت اثرت عليهم شويه، ولكن غادي يكون خير ان شاء الله. واش نقدر نقول لكم سنه سعيده للجميع والى اللقاء. الله يجازيك بخير، شكرا سي خالد وهبي، تبارك الله عليك خويا خالد وهبي. كيف شفنا التفاعل ديال المستمعات، هذا موسم اخر، اول موسم اللي كان ديال الاحتراف 2011 2012، دخلنا الاحتراف من 2011 2012، دابا 10 سنوات. الفرق اللي فازت في زمن الاحتراف كنلقاو الرجاء، المغرب التطواني جوج ديال المرات، الوداد 2014 2015، الفتح 2015 2016، الوداد عادة 2016. راه كنلقاو الوداد في زمن الاحتراف فازت بالبطولة يعني أربعة المرات. كنشوفوا في زمن الاحتراف شنو سي بوتير سي عبد الغني العثماني وأيضا صديق عبد الرحيم فاكر، البطولة الوطنية كاينين 19 فرقة اللي سبق لهم فازوا باللقب ديال البطولة الوطنية، من بينهم الوداد 22 مرة، فيها 5 مرات في زمن الحماية. وكنلقاو الآن اللي خاص يكون مع في السياسة والتقسيم الإداري الجديد ديال البلاد، هاد الجهات راه خاص الجهات الآن دعم الرياضة ودعم الشباب في المنطقة ديالها. الجهة ديال الدار البيضاء سطات عندهم 39 لقب إلى قسمناهم على الجهات، التقسيم الجهوي. الوداد 22 لقب، الرجاء 12، الأولمبيك البيضاوي الله يرحمه لقب، الراك لقب، ليطوال لقب، نجم الشباب، نهضة سطات وشباب محمدية عندهم 39 لقب. غادي نجيو للجهة ديال الرباط القنيطرة، غنلقاو ثلاثة الفرق اللي عندهم الألقاب، الجيش 12 والقنيطرة 4 والفتح 1، الفتح بجلال قدره 1. جهة فاس مكناس كنلقاو المغرب الفاسي 4 والنادي المكناسي 1، هي 5. جهة ديال طنجة تطوان كنلقاو المغرب التطواني عنده 2 واتحاد طنجة 1. الجهة ديال مراكش آسفي الكوكب مراكشي 2 الألقاب. جهة سوس ما السادة حسنية، الجهة ديال بني ملال خنيفرة 2، رجاء بني ملال وأولمبيك خنيفرة، والجهة ديال الشرق
وحده لقب واحد اللي هو الا حطيتي هاد الطابلو دبور قدام كتيبان لك الجهات اشنو كاين، وكاين جهات اخرى كتفرج. والله الا برافو عليك السي ابو سهل، لانه اعطيتنا واحد الجرد، الجرد ديال فين كاينه الكوره. راه خاصنا نقولوا بوا فين كاين الكوره. انا شوف الوداد والرجاء حيت الدار البيضاء قويه والدار البيضاء كبيره، ولكن هذا ما يمنعش راه ما خصهاش المغرب النافع وغير النافع، المغرب الرياضي الاخرى خصهم يشتغلوا. ها حيت ما خاص يكون التنافس بين الجهات، حيت ما الدارت الجهويه الا وخص تستافد منها على جميع الواجهات، يعني رياديا ثقافيا في جميع المجالات خص تكون استفاده. هادو هاد الجهات هما الركائز، الا كل جهه خدمات المغرب نهض يا اخي. وهذه راها سياسه ديال سيدنا الله ينصرو ديال محمد السادس، بانه توسيع ديال الجهويه، الجهويه الموسعه، يعني خاصنا نخدموا على هاد الحوايج. الا دارت الجهه عندها واحد الفروق يعني كتستافد من الامكانيات الماديه ديالها. حنا اللي كناخذوا المغرب من طنجه للقويله ومن زوج بغال للدار البيضاء، كتلقى كاين الشباب في كل منطقه، كاين الشباب ولكن شي حاجه ناقصه، كيخصنا مشاريع رياضيه اللي ديرها الاحزاب السياسيه، وكيخص ايضا كل شيء يخدم المجالس المنتخبه. بان الان الدور ديال الرياضه اللي اش يمكن يكون فيه. مشينا للجهه الشرقيه ما نحسبوا شحال من ملعب كاين في وجده. ايوا كاين والو، كاين والو، كاين دونك مسائل مرتبطه ما هو سياسي بالمنتخب. الجهه ديال بني ملال الخنيفره شحال كانوا ديال الفراقي؟ راه في الدار البيضاء كان واحد الوقيته فيهم سبعه فراقي في القسم الاول. دابا هذه الجهه اللي قلتي كلهم كيعانيوا، كلهم كيعانيوا، كلهم كيعانيوا. خنيفره كتعاني. قلتي لي خنيفره ناخذوا معنا السي احمد نجاح. بني ملال السي احمد. مرحبا سي محمد والضيوف الكرام والمستمعين الاعزاء. سنه سعيده. نقول لك انا دابا في الامارات. السلام عليكم الامارات وعلى الاخوان. مرحبا. نمشي تيران معك السي نجح. مشيتي لا هادشي اللي بغيت نقول. انت في هذا الملعب اللي عندنا في بني ملال من 1946 باقي هو نفسه. نعم. وسط من يعني ملعب تحت بوسط المدينه ما زاد، وحنا جهه لا كتقول لي وسط المدينه بحال برنابيو. بحال ستاد فيليب ولا شي حاجه بحالكم. نعم. عندنا سي محمد راه قلت لك شحال من نوبه، حنا جهه خمسه جهه كبيره جدا فيها خمسه العمالات وخمسه الاقاليم، وغينا حتى حنا ملعب غوتنا حتى هنا، بغينا ملعب بحال كثير بحال مراكش بحال فاس، وشي مره مره تجي عندنا المنتخب يلعب ويشوفوا الناس تو هذه الجهه. مع الاسف الشديد يعني من سنوات وحنا تنطلبوا وتنغوتوا يا ربي ديروا لنا حنا ملعب بحال كادير بحال فاس بحال طنجه بحال الدار البيضاء. راه خمسه هاد العمالات وجدت الناس متسوقين يكون شي نهار حنا نستقبلوا المنتخب ونفرحوا معاهم وان شاء الله يعني. لا دابا راه بقات عندكم شحال من فرقه اللي كاينه، فرقه واحده في القسم الاول دابا خريب اولمبيك أولمبيك خريب وغادي حتى هي الله يكون في عونها يعني. وثلاثة في القسم الوطني الثاني. وثلاثة في القسم الوطني الثاني. وعندنا أكثر من 60 جمعيين ولا 100 دابا السي عبد الرحيم هذه جهتك. لا أنت دابا تعرف عندك سبعة الدار البيضاء. لا جهة الدار البيضاء سطات. إذا هذه الجهة ديال السي أحمد بوحدو. ديال السي أحمد بوحدو. السي أحمد من الكلام ديالك بأن بغيتوا ملعب مدينة بني ملال. من بدايه الممارسه ديالك شحال دازوا ديال المجالس المنتخبه؟ ما ولا مجلس واحد اللي فكر باش يصلح هذاك الملعب ولا انشاء ملعب اخر جديد. ثم الجهه ديال بني ملال هي الوحيده اللي كان عندها مجلس جهوي ديال الرياضه، كان فيه السي العمراني الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. هذاك الملعب يصلح فيه ما يصلح، ما فيش مساحه، محدود جدا، دايرين به المنازل والدور. والله يستر النهار كتوقع شي حاجه لا قدر الله من الخرجه كاينه صداع على الحجر على الطوموبيلات. يعني احنا بغينا الملعب تاعنا يكون خارج شويه ويكون كبير ويكون فيه عنده باش يستقبل المنتخب الوطني والمباريات الكبيره والى اخره. وهذه لان تنقول احنا ماذا بينا يكون كاع في الجهه، ولكن من ملاك عاصمه الجهه ماذا بينا يكون في هذا الملعب. يعني مع الاسف كما قلت عبد الرحيم بات مع الاسف المجالس المنتخبه والمتعاقبه وهذه ما كانوش يمكن، ولكن كما قال السي محمد دابا مع هذه القفزه
تاع المنتخب. لا دابا الجهات دابا الجهات تعطي واحد الجهات تعطي بحال دابا كنا سي محمد كنفتخروا تنقولوا من الجهه ديالنا فيها تقريبا شي خمسه في المنتخب او الزمه قريب كاع ابن ملال احنا مزيانين تاعنا تاعنا يزيد يكون عندنا مثلا المنتخبات الجايه يكون عندنا 6 7 8 لاعبين من الجهه ديالنا والله العظيم الناس يقولوا احنا عندنا هذا المنظم الحكم المنظم يكون ينظم لاعبين وعطات هذيك هذيك الجهه راه عطات لاعبين كبار عطات ما عندنا عرفتي علاش ما عرفتش الجهه ديالنا ما فيها حتى شي الا الكره يعني الناس ما عندناش صلاه ولا شي حاجه والفلاحة والله يجيب الشتاء اللهم امين مقام طيب ان شاء الله وسنة سعيدة وانت مشيتي للامارات اللي كنتي لعبتي فيها وعندك احترام وعندك تقدير هناك شكرا لك غادي نفتحوا واحد النافذة اخرى حول السي محمد يعري اللي خضع لعملية جراحية والسي محمد الرحيمي يعري خضع لعملية جراحية كيتعتبر غير باش نسلطوا عليه الضوء كيتعتبر اقدم مكلف بالادوات جا في 61 جابوا واحد السيده سميتو المروخي محمد يوعري كنقول في المنطقه ديال عين الشوق مع الاتفاق ولكن كانت تعرض لواحد حادثه سير اثرت ليه على رجليه ما قدرش يدير جا في الوقت اللي كان الأفجيغو كان ورا من 61 إلى اليوم تقريبا 61 سنة هو في خدمة الرجاء الكرة وملي كان يقولوا المكلف بالأدوات انتم مدربين أكثر منا غتعرفوا إلا عندك مكلف بالأدوات كيف غير فرقة أولا خصو كاين ثم يكون أمين السر لأن مكلف بالأدوات تطلق ودنيه تسمع بزاف ديال الحوايج اللي يقدر يخرج لك الأسرار ديال هذاك مكلف بالأدوات كيكون حاضر راسو يمكن يخسرك في ماتش المكلف بالأدوات يعني بغيتي تقول المكلف بالأمتعة بالأمتعة يعني كيكون قريب من اللعابة شارجي دو ماتيريال كيكون قريب من اللعابة كتكون عنده علاقة كبيرة معهم علاش؟ لأنهم هما كيتهلاو فيه هو كيتهلا فيهم وإلا كان عندك المكلف بالأمتعة بهالطريقة كنظن بأنه ما غيكونش عندك مشكل حتى كمدرب علاش؟ لأنه غيوفر لك أي حاجة بغيتيها غادي تكون موجودة وحتى اللاعبين غادي يكون كاع الظروف المناسبة باش ليكيبمون ديالهم الماتيريال ديالهم كلشي غادي يكون غادي يكونوا ناشطين إذا هو كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للمدرب وثاني نزيدك حاجة أخرى السي محمد بوطير هذا المكلف بالأدوات بالأمتعة السي محمد الرحيمي يعري راه هو اللي كان شاف ظلمي هو اللي شاف ظلمي جاب القيد وعلى الشفيطه طاح هو واحد هاوي هاوي العداد الحب الفار هذيك السكنه اللي عطاه كان بناوها لي جوج الوزاره معطي بوعبيد الاستاذ الله يرحمه وسع عليه كان وزير العدل وزير الاول والاستاذ عبد اللطيف السملالي ولكن اللي بغى يدخل الضو واحد اللي عاونوه باش يدخل الضو من الزنقه هو محمد عبد العليم بينيني ولي جر لي الخيط من الزنقه الدومين ديالو عندك مكلف الامتعه وكيعرف الكره وكيبان لك قال لك كيمشي قال لك تنقوم حتى بواحد الدور ما كاين شي لعاب مقلق ولا شي حاجه قال لك انا وعاد سي محمد يعري البيت ديالو جا في القنت ديالو مفتوح اللاعبين مكلف الامتعه ما عطاكش على الامتعه عطاك جوج اللعابه ثاني عطاني حسين وعطاك رحيم حسين ورحيم هذه ظاهرة وهذا موضوع كتشكر عليه لأنه مكلف بالأمتعة شحال من فريق كنشوفوا في البطولة الوطنية بمختلف الأقسام كيقولوا طلع من شارج ماتيريال ولا نزل من شارج ماتيريال لأنه أمين السر ديال هذاك الفريق لأنه كيكون حاضر معك أولا كيحضر قبل بداية التدريب وكيبقى آخر واحد اللي كيغادر الحصة غير هو ذاك الشارج ماتيريال إلا ما تخلصش فينا يمشي لا ديما مخلص ديما مخلص كيطلعوا فيه ديال اللاعبين وديال المدرب لا اللاعبين ولكن عرفتي ملي جا محمد يوعري شكون اللي لقى؟ راه لقى البيرجيكو لقى سعيد غاندي حمان بهيجه بهيج راه لقى جديدين راه لقوا العولمه ديال الكره قال لك في الاول لقاو تيشوفوا فيا حيت هما اللي كانوا كيحكموا هما يجيبوا رئيس وحيدوا رئيس ديك الساعه ولكن يعري
راه كان راه كان رئيس هو كان رئيس قال لي راه داروا لي قال لي قال لي كيديروا لي الاختبار قال لي يحطوا شي فلوس في شي بلاصه يسحبوا لي غنهزهم ولا شحال قال لك عاد في الاخر قالوا لي نجحتي ولا ذكر هادشي ديال الفلوس والمجوهرات وداكشي راه هو اللي كيقول واحد السؤال استاذ اسمح لي بوسال بالنسبه للاطارين معا واش بلي كتمشيو مثلا تشدي شي فرقه كتسول على الشارج ماتيريال الاول طبعا الحال هو الاول وديما تتجالسوا انت يوميا يوميا مع تيكون عنده واحد البيت ديالو هادي خصك ضروري تقول واش معاه تيكيشحر لا شوف احنا يمكن ابو طهير غادي يشاطرني لانه اشتغلنا في واحد الفرقه انا وياه وكاين فيها واحد الشارج ماتيريال عادل تبارك الله عادل كتكلفوا بكل شيء يعني عادل ملي كتمشي كتخدم هو كيقاد لك كل شيء كيكون هو من الاوائل عاد النهار كامل هو في تيران بداك كيوجد لك الخدمه ديالك كيوجد لك الماتيريال ديالك كيطرسوا في الجير بيديهم تبارك الله يعني تحيه بداك كل شيء اللي شارج ماتيريال كلهم كنحبوهم وكنحيوهم احنا مشينا للمصحة عند السي محمد يعري رحيمي السي محمد شويه لاباس الحمد لله والشكر لله ولات كل شيء بخير وعلى خير ونحمد الله ونشكره درتي العمليه درت الصباح اليوم مع 10 الصباح تقريبا شحال ديال الوقت دات في العمليه ساعتين وشي حاجه ساعتين وكان داك الشيء هذا القليب هذا القليب اللي ضحينا به على الرجاء واش غدير والحمد لله وشكر لله وكنشكرك انت اللي كد هذا حق الله كنت دائما كتقلب على هاد جميع الاخوان اللي كيكونوا فشي اي مشكل كتكون انت الاول وكنشكرك والله يصلح لك الوليدات وكنتمنوا لك دائما تكون في المستوى دائما وطول لك العمر ايوا يعني وقتاش حسيتي بالعياء ولا شنو لا ما حسيت كنت في دارني كان مرت كنت غادي بالطوموبيل حتى جاتني الصخه تما حدا الدار وانا رجع الحق ولا رجعت قلت للدريه راني رجعت بالزيت باش رجعت للدار فمي ديدوز بالماء وداك الشيء باسل ما الريوق ديالو باسلين ايوا ديك الساعه جاتني الدريه والحمد لله كنا حنا نصحبوا المصران قالوا لي القلب عندك ضعيف هو اللي دابا راه بالسيف عرفتي شحال انت جيتي للراجا في 61 ياك ولا 62 62 ايوا جيتي من بعد شكون هذاك اللي كان قبل منك؟ كان قبل مني واحد السيد كان كيبيع السي عبد الرحمن وعاد جا واحد السيد اسمه كان في البوسطة اسمه مشات ليا سميتو كان في البوسطة اي البوسطة ديال المعارف هو من تما شاب من تما ولكن شوف الدراري قبلوك وبغاوك لان ديك الساعه شكون اللي كان ديك الساعه هذا اللعابه اللي كانوا كان خلفي زين الدين حمان عليوات بهيج الله يرحمه حميد سعيد غاندي العفاريت سمعتيني ود بريكا ود هذه اللعابه اللي كانوا خالدي الله يرحمه وعدد ديال اللعابه اللي ما نسيناش بوينيني بيتشو الله يرحمه ومن بعد عاد عبد اسمه جا محمد جا تي عمر وعدد ديال اللعابه اللي دزت معاهم وانت عشتي معاهم جميع الالقاب ودوزت 110 ديال الديربي مع مع الوداد ولكن بقيتي انت كتحافظ على الاسرار ديال الفرقه لان داك اللي كيدخل الفيستير وكيدخل راه ما ساهلش كيكون تيحافظ على الاسرار ديال الفرقه وتيعتبرهم بحال ولادو وينهيهم الحق ولا قلنا عائليين كننصحوا الدراري واللي بان ماشي حاجه كننصحوه حيت الكره كدور يمكن تلعب عام يمكن ما تلعبش كاع يمكن تلعب 10 سنين وندوز مع الدراري كاع الديربيات حتى الوداديين حتى كلشي كيبغيوني لحقاش انا معمرني وجدتي لهم انت واحد العدد اللعابه جدتي دولمي جدتي جد دولمي جا واد الاندلسي وعداد كنت كنجيب تي عمر من المدرسه من مولاي عبد الله بيتشو جدتو على المشكلة تاعي طحت انا وياه
في السباته كنا لعبنا في تيران تيران الشويكه. واش انت دابا خليتي تا الزوجه ديالك الحاج عتيق الله يطول في عمرها هي ولات هي كانت اول منخرطه واقيلا كيراضيه المنخرطه الاولين في الهموم ديال الفرقه. الحاج عتيق الحق والله الفضل كيرجع لها هي تعاونت معايا وصبنا التونيه ديال الرجاء تحيات والجيليات وبزاف ديال الحوايج وصوبت القصاعي ديال الكسكسوف الجمعه والمدربين كلهم ياكلوا تما. المدربين كان واحد المدرب كيجي يدي اسمو واحد النصراني اسمو كان معنا كان واحد النصراني كيجي يدي القصاع كيقول لك كنبغي كسكسو بالدجاج دير لي الحاجه من الخميس للخميس سكينه وزنا مع كابريطا مع بيرجيكو الله يرحمه هو البدايه ديالي. كان عقل نهار تلاقينا في سيدي قاسم الرجل اللي غتفوز باللقب مع العزيز المسيوي ومع كابريطا تلاقينا في لوطيل في مكناس ومن مكناس مشينا مشينا في حتى سيدي قاسم حتى هما داخلين معنا وبغي يخلعونا زعما والله العظيم ومن تما مشينا جميع وربعوا مارك لنا عبد الرحيم دار مولاي مسعود مشينا لدار مولاي سعيد وشكون اللي مارك البيت عبد الرحيم ولقينا الفيشطة في الطريق في بن سليمان وديك ومن تما للدار ديال العبد اللطيف السملالي. دار عبد اللطيف السملالي الله يرحمه واستقبال حار كان اول تيتر دات الرجاء واول تيتر دات الرجاء هي 74 73 عاد ديال كاس العرش عاد ما عندوش الشامبيون لكن ديال البطوله ديال بطوله بوحدو ايوا والجماهير ديال الرجاء كلها كتبغيني وكتحبني كاع لي زيلطرا ديال الرجاء اللي كما كانوا بقات معاهم العلاقه الطيبه ما عمرنا خسرنا معاهم ما والو يجيو لونطري ما كان عندهم حق راه كيدخلوا ما عندهمش انا ما عمرني سديت الباب على شي واحد كنقول لهم بغيتو ها الباب مسدود بغيتو تنقذوا بغيتو اللي بغيت واش غادي او كنشكر فاخر تواعيد عليا مسكينه الصباح وعدد ديال الناس الله يشافيك السي محمد يعري الله يشافيك وتكون بخير وعلى خير وهذا نموذج ديال التسيير البطوله الوطنيه المغربيه في الرتبه الاولى حسب التصنيف الان 180 نقطه مصر في الرتبه الثانيه 147 نقطه تونس ثالثه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه في الرتبه الرابعه الجزائر رتبه خامسه وزيد 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 تفضل. هو بالنسبه للبطوله ديالنا علاش ارتقت لهذه المرتبه هو واحد اللحظه كنا في كوفيد نعم يعني لا روبريز اللي جات من عند رئيس الجامعه هي اللي ساعدت الفرق وساعدت البطوله وجات الفرق لانه الفرق دابا كتعاني الفرق التونسيه والمصريه وهاد الفرق اللي كانوا في يعني كانوا في المرتبه الاولى اسبابهم هي كوفيد ديك الايام ما اختاروش الوقت المناسب باش تبدا. ناخذ معنا زميلنا الاعلامي ابراهيم الفلك السي ابراهيم. مرحبا سي ابو سهل تحياتي للسي عبد الرحيم فكير وبالشفاء والعافيه وكنتمنى انك خديتي ديك الوصفه الطبيه اللي عطيتك تكون مزيانه. شكرا. وتحياتي السي ابو طهير. ولكن عطيتيه وصفه طبيه يعني شفهيه كدرتي لي فيزيتا بالتليفون وكان فقعت لي شي حاجه ما عنده حتى ورقه. لا لا هي بالتجريب واذا كان جربها راه ما كاينش معاه. ولكن راه مشى عند جرب لا تسول الطبيب راه مشى عند الصيدليه الصباح قال لي فين قال لي فين هذيك قال لي الفلكي. اختي العثماني تحياتي وتابعوا باقتبار ما تقدمه على صحتك وانا ممتن لك بما تقدمه كنستفد منه. لا يخطيك لا يخطيك تحليل وتنع تكون عندنا التراكم. اولا شكرا سي ابو سهل لانك قدمت لنا واحد النموذج. والسي بو طهير سلمتي عليه ولا ما سلمتيش عليه؟ اه صافي. لا قلت على السي بو طهير من الكفاءات خلي فرا. اه وي. لا ما يمكن السي بو طهير شوف انا 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 يشرفني انني نتصمت لهاد الناس اكثر من ما نهضر عليه. السي الفلاكي. لان تفضل. انا راه حمري. تابع العبده حمري راني عرفتك واحد المره دويتي على حمري اذا فيك شيء فيك شيء ما من الفلك من العبد يا من الفلك. فانت دويتي يا سي ابو سهل شكرا لك لان احنا دائما تنتحدثوا على المدربين على الوكلاء على الرؤساء على كذا ولكن اليوم كتحدث على واحد النموذج اللي عنده دور مهم جدا وهو المكلف بالامتعه والسي علي يعتبر ايقونه ديال المكلفين والامناء
على الملابس والمعدات الرياضيه وما فيهش ديك القضيه ديال راه التونيات مشاو ناقصين والكارت ناسيون مشات ناقصه. بوعري يعتبر ذاكره حيه ديال فريق الرجاء البيضاوي. وما تفوتنيش الفرصه على انني نقول لك بالنسبه لنا حنا في اسيا اولمبيك كاسي كاين واحد الشاب اللي من السبعينات وهو امين على المعدات الرياضيه واصبحت له واحد العلاقه وكيقوم بواحد الدور. انا غنقول لكم دابا غادي تعجبوا انه كيتصل بالمكلف بالامتعه في الفريق مثلا غادي نلعبوا كونتر المغرب التطواني. نعم. فكيتصل بالمسؤول على المغرب التطواني تيقول لي اشنا هي البدله الرياضيه اللي غتجيب انت. انا غنجيب الاحمر وانا غنجيب الابيض بحيث هو ربط علاقات بجميع الفرق ديال القسم الوطني الاول سي ابراهيم ابو ربيعه اللي من السبعينات الى الان سواء من كان الفريق في القسم الوطني الثاني والان في القسم الوطني الاول ونفى حياته كلها هي اولمبيك اسفي. وهذا المجهود انا ملي اكتشفته قلت ليه برافو ليك على هذا العمل اللي كتقوم انك تتصل بالناس بالفريق. تيقول لك باش ما نعدوش يجي مع جوج تونيات وكذا ويتكرفص. مشاو بعيد سي الفلكي. نعم اخي. مشاو بعيد انهم داروا جمعيه. مزيان داروا جمعيه بالرئيس ديالها بكل شيء. يعني نظموا الاطار ديالهم. هذا الشيء اللي خاصو يكون كما كنقولوا ديونتولوجي التوافق لا فيما يتعلق بكل شيء. وهذا الشيء خاصو يكون حتى بالمدربين ماشي مدرب خدام بمجرد ما تنهز الاخر كاس تريبي تيكوي يعني تقول ما دخلنا انا في الدوش صافي تفورماطا خاصنا نجيبوا شي حاجه اخرى. خاص هذا لا ديونتولوجي وهذا هذه الوحده الاجتماعيه الرياضيه اللي احنا الان كنعيشوها في ظل هذا التوهج الكروي المغربي بقياده جلاله الملك وبالصبر وبالمكابده ديال رئيس الجامعه وبالاطر التقنيه اللي كاينين نمشيو في هذا السياق ونعطيو النموذج للعالم. نعطيو نموذج للعالم ها كره المغرب كره القدم المغربيه هي هذه. وما نبقاوش نتكلموا لا راني كنلعب دراري صغار راه 17 عام 18 عام هما اللي كاينين في المنتخبات الوطنيه الان. خصنا الثوره القيام بثوره رياضيه ومشاركه المدربين الشباب اللي ما يبقاش يقول لك عندي 17 عام لا باقي صغير ما عنديش تجربه. لا يجب المجازفه وهذيك المجازفه هي اللي اعطتنا هذا التوهج ديال 2022 في قطر والقادم سيكون اكثر لان الجوله ديال الركراكي الان في اوروبا والمتابعه ديال رئيس الجامعه والمجتمع الرياضي ككل والقياده السياسيه ديال جلاله الملك غادي تعطينا صوره اخرى لكاس افريقيا كاس العالم للانديه كاس افريقيا كاس العالم. وبالتالي هذه كنعتبروها ثوره وكون على يقين على ان الان كنسمعوا العالم كله هذا في هولندا هذا في بلجيكا 17 سنه يرغبوا في الانضمام للمنتخب الوطني وهذه مكرمه من مكارم الله سبحانه وتعالى. نعم في كلمات اولمبيك اسفي الكل كيتحدث على ان الامور يعني ما كاينش دوك الهموم الان كاين امكانيات اللي كيوفرها المكتب الجديد. بالفعل سي محمد هاد الشيء واضح منذ تحمل مسؤوليه السي الحداوي رئاسه فريق اولمبيك اسفي وكون المكتب ديالو اللي فيه العناصر متجانسه ومزيانه. هاد الهضره كنقول دائما ولكن اللي قال لك راه موني بيجيت موني الفلوس تجيب فلوس. اذا احنا هنا الان الفلوس كتجيب النتائج. اللاعب اللي كيحس براسو مرتاح نفسيا وماديا واجتماعيا كيعطي. عندك مدرب عنده قراءات مهمه والسي بوطهير والسي سي العثماني راه شافوا المقابله وكيشوفوا كيفاش هذيك التغييرات اللي وقعت من منهزم الى منتصر وماشي في هذه المقابله ولكن في مقابلات اخرى. ثم كاين الجمهور ما شاء الله تجده في المحمديه وكاننا لاعبين في اسفي. هذه مزيان اولمبيك اسفي تخطو خطوات والطموح ديال الفريق والمسيرين والمكتب والجمهور هو طموح مشروع ينال مرتبه من المراتب التي تؤهله باش يحقق الاشعاع الكروي اللي عند الفرق اللي عندها واحد مرجعيه تاريخيه الوداد الرجاء الجيش المغرب الفاسي وغيرهم من الفرق اللي عندها مرجعيه تاريخيه في تاريخ البطوله الوطنيه. نعم شكرا لك صديقي ابراهيم الفلكي. كاين هذا الموضوع ديال التذاكير واللي الجامعه الملكيه المغربيه بقياده السيد فوزي القجاع فالامور كانت واضحه. فعلا لانه راه في الاجتماع الاخير ديال المكتب الجامعي راه تطرقوا لها وغادي يتم البت فيها بعد التوصل بالتقارير من طرف لجنه الاخلاقيات واكد رئيس الجامعه لانه اللي تبت في حقه. لا كاين هذيك لجنه خاصه اللي دارت فيها ديال القضات ثم رؤساء اللجان بالفعل لانه اكد بانه اي واحد تم تبت في حقه التلاعب ولا بانه تلاعب تذاكير
وبالمشاعر ديال الجماهير المغربيه هناك بقاء بدوله قطر خلال المونديال غادي يتم المعاقبه ديالو وبالتالي غيتم الابعاد ديالو بصفه نهائيه عن المكتب الجامعي. تفضل. وقتك هذا هو اللي خلينا غادي نشوفوا المستقبل ديال كره القدم الوطنيه لانه يتم تنقيه الاجواء لان الانجاز ديال الفريق الوطني المغربي ليس بالشيء السهل لانه تحقيق المرتبه الرابعه عالميا اذا الاضواء كلها منصبه على كره القدم الوطنيه وبالتالي هذا هو اللي خلينا نتخذ قرارات حاسمه قرارات اللي غترجع بالنفع على كره القدم المغربيه وخاصه ان الراي العام الان شاف بزاف ديال الاحداث وشاف الناس كيتهاجموا وشاف المشاكل كلها الان الراي العام الوطني كينتظر النتائج ديال هذه التحقيقات وديال هذا حتى الان كيف تيقولوا على ان المتهم بريء ياك حتى تثبت الادانه ديالو معقوله لانه حيت المغاربه تكرفسوا شي شويه لو في باش ان الانسان كيتنقل من المغرب يمشي لقطر وانه كيلقى مشاكل في التذكره والتذاكر كيتباعوا بطريقه او باخرى فهذا كيسيء شي شويه نعم كنتمناو بان هذه الامور ما نبقوش نشوفوها لانه كيسيء لينا حنايا كاملين حنا كمغاربه كلشي الوراق تسربوا الوراق تيتباعوا في المارشينوار ولكن شكون اللي كاين ورا هذاك كل واحد ما نكونوش كل واحد مثلا كاين شي واحد عينه في شي واحد مشى ليه لا الان الامور السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه تقلب قال مع الاسف من الامور التي افسدت نسبيا فرحتنا وثم وتوهج الجماهير هي التلاعبات البخيصه واليائسه استعمل واللي قال والتي كتنبطق على البؤس شوف هذه العبارات اللي استعمل السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه وقال على ان راه يعني كيف ما كانت ف تيقول على ان غتخذ الاجراءات اللازمه في حق كل من ثبت في حقه تلاعب باي شكل من الاشكال في تذاكر المباريات ولن يجد بعد العاشر من يناير مكانا ولا مجالا في كرة القدم لا من أقسام الهواة إلى أكبر المستويات وسيكون مصيره الطرد نهائيا من عالم كرة القدم إن لم تحال هذه الملفات على الأجهزة القضائية يعني العقوبة ما غتكونش غير على مستوى الجامعة ممكن يمشي بعيد أنا كيظهر لي نشوف مع الصديقة مخرجتنا كوثر إذا كان موجود ما قاله السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية ونعاودوا نذكروا به لأن من هذه الأشياء احنا خاصة هذه العملية كتجي مباشرة من بعد المونديال بغينا نشوف شي حاجة زوينة الآن هذا الشيء اللي وقع وأولا ملي كان تيتكلم رئيس الجامعة على هذه الأمور هذه شوف وجه ديالو وحس بالنبرة ديالو الحزن كيفاش كيتكلم في الوقت اللي الراجل موسام مع ذاك والراجل كيحظى بواحد استقبال ضمن الوفد ديال المنتخب الوطني المغربي والنتائج كلها ولكن كيجي الاجتماع وتيقول لهم كاين اشياء اللي خصنا نردوا لها البال وناخذوا فيها انصاف لذوك الجماهير اللي مشاو وتعرضوا للابتزاز فهذاك انا كنسميه ابتزاز هذاك لان ها هي البطاقه ما كايناش ولكن حيت عندي انا مضاربون داروا هذه الامور استمعوا السي عبد الغني والسي عبد الرحيم السي محمد بوطير ما قاله السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه حول ملف التلاعب والملف المفتوح حاليا واللي الكل كينتظر النتائج ديالو والقرارات اللي غادي تتخذ في العاشر من يناير الجاري. التلاعبات افسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير هي التلاعبات البخيصه واليائسه والتي تتصف بالبؤس وبالجشع التي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم اللي عرفتها المسألة نتاع التذاكر وهنا لابد أن أوضح بأن الإشكال نتاع التذاكر إشكال عرفناه مع مرور المباريات خصوصا مع المباراة نتاع إسبانيا حيث أننا الجماهير المغربية بطبيعة الحال أولا ما كانتش كتنتظر النتائج ولم تكن تتوقعها وبالتالي الاستعداد لها ما كانش بالشكل المطلوب والمسألة الثانية هو أن التذاكر نتاع المونديال تبعت 6 شهور قبل بداية الحدث وكتعرفوا كلكم على أن من بين العوامل النجاح
هي العدد تاع التذاكر اللي تم البيع نتاعها. وبالتالي فالإخوان في قطر وبطبيعة الحال كانوا في دورهم أنهم اقتنوا العدد الأكبر من التذاكر، وكان لازم أننا نلقاو حلول، وبذلنا جهود مجهودات جبارة بين المباريات في ظرف ما كانش كيتزاوج 48 ساعة بالتنسيق مع الفيفا وبالتنسيق مع السلطات القطرية باش نوفروا التذاكر لأكبر عدد من الجماهير المغربية التي تستحق هذا الجهد وتستحق هذه التضحية، لأن تضحياتها كانت أكبر. هي انتقلت من المغرب وجدت من مختلف ربوع العالم باش تشجع الفريق الوطني، وبالتالي فالبؤساء المحسوبين على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقه في أقرب الأوقات. وفي هذا المجال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمختلف التقارير نتاع السلطات المكلفة بالأمر، واليوم أنا عندي مجموعة من التقارير في هذا الشأن. غادي نكون واحد اللجنة إلا كنتم متفقين اللي فيها السادة القضاة نتاعنا اللي كيترأسوا اللجان القانونية، وفي ظرف واحد العشرة الأيام غيطلعوا على التقارير وغيجريوا التحريات نتاعهم اللازمة، وكل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في التذاكر نتاع المباريات لن يجد بعد العشر من يناير إن شاء الله مكانا ولا مجالا في كرة القدم، لا من الأقسام نتاع الهواة نتاعو إلى أعلى المستويات. معناه سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لها اختصاص في الموضوع. واضح. نأخذ معنا مستمعاتنا ومستمعينا فيما تبقى من الوقت. نعاود نذكر معايا بالأستوديو سعد الغني العثماني الإطار الوطني واللاعب، والإطار الوطني أيضا سي محمد بوطير، وزميلي الإعلامي عبد الرحيم فاكر. غادي نمشيو لبنكرير، نأخذ معنا صديقنا القاعدي. شكرا سيدي محمد وشكرا للحضور، والمهم كنهنئك على السنة الجديدة. الله يجازيك بخير. متبادل وكنهنئ رافق الدرب ديالك الحاج كمال الحلو. الله يجازيك بخير، موصول ليه ومع الحاضرين اللي معك. المهم اللي بغيت نقول لك السي محمد، نعم. انت مؤرخ، ملي جدتي هاد الديباجة ديال السي القجع شديت انا هاد الكلمة حللتها كلمة كلمة. السي القجع هز الكراطة ينظف الجامعة، بغي ينظفها رش اللي ما هو كينظف كيكرط اللي بيتبت. وشوف الكلمات قال لك القضاء ماشي أنا القضاء. شوف الكلمات دي والناس، شوف الكلمة كل وحدة في مكان ديالها. يجب تنظيف البيت الرياضي، وكيف جيتي قبيلة في الجهات ركب دعم السي محمد، نعم. كيدعموا الفراق، نعم. من المال العام، ولكن هناك بعض المتسلطين اللي كيتسلطوا، ولكن أنا كنحيي من هذا المنبر السيد فوزي القجاع اللي هز المسائل، هز أدوات التنظيف. وشكرا لك. تبارك الله. الله يجازيك بخير السي القاعدي. غنمشيو لتازا ناخذ السي مصطفى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادي أبو السهل. كي داير بصحة لاباس عليك؟ الله يحفظك. مرحبا خويا. سنة سعيدة والله يدخل علينا وعليك بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. آمين. علينا وعليك وعلى الضيوف اللي معك أخويا العزيز. يا ربي آمين. نتكلم على كرة القدم أخويا أبو السهل. معلوم نتكلم على كل شيء غير في مجال الرياضة. أما مرحبا أستاذي العزيز، نتكلم على الماتش ديال الوداد ووداد البيضاوي والماتش ديال الجيش الملكي. شوف أنت راك كنقولوا الوداد الرياضي والرجاء الرياضي، هذيك البيضاوي راه شوف راه المستعمر هو اللي كان كيبغي يحبسهم في الدار البيضاء. راه بحال شديتي الوداد وبغيتي تحبسها في السور الصغير حدا السقاله تما. لا انا
انا دويت على الماتش ديال الوداد الرياضي بقاو باش نقاد الوداد الرياضي البيضاوي بلا بيضاوي زيد 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 مرحبا زيد عايز نشوف المقسم الله الماتش بعدا واخا خاط لك الوداد البيضاوي وسميتو ونتمنى التوفيق للجيش الملكي واخا نهز منا ماشي مشكل ولكن الماتش اللي ما اللعبة جاية من المونديال اللي عندهم طالع النيفو طالع هذه بحال تقناوتي ماشي داك الفلاش مع داك اللعب وضربو زعما الصراحة هذه ماشي احترافية وقع أنا ويداتي داك اللقطة اللي دار داك الحارس زعما الصراحة ماشي احترافية هذا ما شوف كاين القانون راه خدا ورقة حمراء ورقة حمراء غادي يكون فيها شي جوج ياك جوج ديال غادي يقدر يتعاقب من طرف الفرقة ديالو وطرف المنتخب كاين هذه عقوبة انا بغيت شوفي انا بغيت شوفي انا بغيت تعاقبوا الجميع وتعاقبوا وتعاقبوا ولكن العقوبة تأديبية ما فيهاش الحق كروية بحال مثلا من القيمة ديال الوداد ولا هما اصلا في الاول ما دخلش الماتش كاع ما عرفتش انا حتى الوداد يعني المدرب ماشي كنقصوا من القيمه ديال بن عبيشه ولكن الوداد جات يعني جاوا هما برجليهم وروح خلوها في كازا نعم اذا شكرا لك شكرا تبارك الله عليك كنمشيو للشماعيه ناخذوا السي عبد الغني واسي ابو سهل مرحبا وسهلا سعيد عليك عبد الغني بن خضر ياك اي هذا ابو سهل مرحبا صوتك انت متميز معروف وراه منذ تاسيس الاذاعه وانا معكم نعم واش من فريق كتبغي انت السي عبد الغني وانا كنبغي الراجا ولكن انت الاولمبيك اليوسفيه بغيناها ثاني تفوز من القسم الاول للقسم الثاني هادشي علاش كنتكلموا قبيله مع على الجهات السي عبد الغني ابو طاهر كنتمنى وليت انا سعيده والسي عبد الغني والسي فاكر ها هو معاك ها ابو طاهر معاك ها عبد الغني معاك فين مشات فتح الشماعيه سي عبد الغني واش طاير نعم مشات فتح الشماعيه فتح الشماعيه غير ما بقاتش ما بقاتش دابا التاريخ التاريخ ديال الشماعيه الشماعيه كانت مزيانه ولكن ما بغينا سي طاير تكلمنا على اولمبيك اليوسفيه نعم هو معاك هو معاك مرحبا مرحبا سي عبد الغني واش طاير اخويا الأولمبيك اليوسفية استمع والقسم الثاني والقسم الأول. وهذا السهل هذيك المدينة كلها تستاهل فريق في القسم الوطني الثاني خصوصا أولمبيك اليوسفية المحتضنين ديالها يعني حتى سميتو حتى الكادر اللي كاين ديال الاشتغال فهو يعني في المستوى من بين أحسن الفرق اللي كاينة في القسم الوطني الثاني. من لوسيبيت. بطبيعة الحال 100% 100% دونك أولا الملعب لي ديسيبلين اللي عندهم. يعني لي ديسيبلين كاملين عندهم كانت لا جيمناستيك من احسن ما كان عندهم وكيعطيو الغواتي الغواتي لا بقى نتمنوا من المسؤولين اللي كانوا في الاستماع باش يتحركوا شويه لا في الاستماع شكرا لك عبد الغني بالخضراء نمشيو للسلا ناخذوا معنا صديقنا الصديق تحيه لك سي بوسال والاخوه الكرام اللي معك كنت كنتظر بحار من الجمر باش هضرنا على الأسطورة بيلي أنا قدمنا التعازي ديال الأسطورة بيلي وبيلي بيلي رجل شوف دعم المغرب وعنده علاقة مع المغرب وأيضا نعم وجا المغرب وكان في التكريم ديال اللاعب اللي كان في جديدة لا الفترة ديال علال بن قصو الله يرحمه راه جا في التكريم ديالو نعم نعم ولعب في المرمى واحد الربع ولعب مع البيتشو لعب مع البيتشو عطى البيتشو الكرة وما ردش ليه البيتشو تلفت وعطى المرحوم الحاج عبد البركة رقم 10 لان في هذاك اللقاء كان في الدار البيضاء في مقر العماله ديال الدار البيضاء وفاش قال له حيت كيقولوا له انت يعني ملك ديال الكره قال لهم اذا كنت انا ملك الكره فالعربي بن مبارك هو لو ديو ديال الفوتبول الشاب والسال داك السيد راه ديما غادي يبقى لهادش داك التاج حيت هذاك فريد من نوعه لا في لابيطون ديالو لا في ديك اللياقه ديالو لا في ديسيبلين ديالو والمهام اللي تلقى راه وزير الشباب والرياضه ديال البرازيل وزعما مشى الميريكان دار نشا ربى واحد الجيل تما ديال كره القدم
هو شوف شوف هذاك هذاك اسطوره عالميه وخلقوا نتكلموا عليه كاع راه عندنا فقرات ديال البرنامج هذاك الشيء علاش هما هو في القلب والاحترام الكثير هو داك التدوينه اللي دار يدعم فيها المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال والاعتراف ديالو به ورجاء راه جا من بعد محمد علي كلايف الشهره العالميه اكيد اكيد هو راه شوف واش فراسك على انه راه مارس حتى الغناء ايام واحد الاغنيه مع مع مع, مع الاطفال غنى غنى الاطفال وغنى ويبقى يبقى الشام في كره القدم وتبارك الله عليك نعم واخا واعطي واشنو ما قلتي لنا والو على سلا صاحبي راه حداك جمعيه السلاويه فينا هي الله يرحمها شكري وسلا فكرتيني في راه قبر منسي علاش قبر منسي لا ما عندناش قبور عندنا انديه وعرفتي تا المرحوم شكري ملي مشى كان الناس كي ما قال لك ما كيديروا ما كيخليوا لي يدير نعم. هو دابا مشى دابا تهجر الله يرحمه الله يرحمه وزعم وزعم هاد الناس هادو شريف السلاره فيها واحد المسافه توازي سكان الدار البيضاء وغلب وغلب بورزوا كيتفاهموا بالفيل حنا مزيان شوف كيف كيدعموا كره السله يدعموا كره القدم غيكون خير شكرا لك شكرا خويا الصديق من سلا هشام من اكادير مرحبا خويا كيدير بخير الحمد لله الاخوان لاباس عليهم الحمد لله بخير الا عبد الرحيم شويه راه فيه شويه ديال السخانه الله يشافيه الله يشافيه دعيو معاه دعيو معاه يشافي الجميع عارف بالنسبه للفرق ديال البطولات ايه غير دابا الرؤساء خاصهم يعرفوا واش بغاو يكونوا ولا بغاو يشيلوا اللعابه نعم خاصهم يعرفوا واش بغاو يكونوا ولا بغاو يشيلوا اللعابه واش هذا جا ترأس واحد الفرقه وما عارف اش باغي راه عارف دابا هو والمكتب اللي معاه لكن هما راه دابا ما عارفينش دابا هو كيشري اللعابه وهو ما عندوش اللهم بلا ما يمشي على حسب واش غادي تدخل انت لواحد السوق وانت باغي تشري ما نعرفها شنو هو انت كدير يدك في جيبك ما عندكش شنو دير هذا كيما هو ما كيدير كيدير في جيبو وبغى يشري ولكن واش لقى شي باش يشري؟ راه كيف يصير ما كيجيش كيقول لي راه نعطيك وما عطاه ما يمكنش ما يمكنش شنو لا لا في التجاره ما كايناش هذه العمليه هذه ولكن كاينه في البطوله لا البطوله هي ولكن راه كاين نزاعات ولكن نزاعات ولكن نزاعات وتخلي الرئيس اللي غيجي من بعدك تخليه فايز لا مشكلة نعم هذا مشكل شكرا لك خويا نرجعوا للاستوديو كاين البطولة الوطنية القسم الأول الاحترافي موزعة على ثلاثة ديال الأيام ما بين الثلاثاء الأربعاء والخميس فعل الأستاذ اسمه محمد أبو السال غادي يكون البرنامج على الشكل التالي يوم الثلاثاء ثلاثة المباريات انطلاقا من الساعة الرابعة اتحاد طنجة غادي يستقبل مولودية وجدة السادسة والربع حسين تكادير يستقبل الدفاع الحسني الجديدي والثامنة والنصف الرجاء البيضاوي الرجاء الرياضي غادي يحل ضيف على أولمبيك خريبكة يوم الأربعاء ثلاث مباريات انطلاقا من الساعة الرابعة أولمبيك أسفي يستقبل المغرب تطواني الساعة السادسة والربع المغرب الفاسي يواجه نهضة بركان والساعة الثامنة والنصف الفتح الرباطي يواجه اتحاد الرياضي التولوجي ويوم الخميس جوج مباريات السادسة والربع شباب السوالم يستقبل الجيش الملكي المتزعم الترتيب والوداد الرياضي المطارد المباشر يستقبل شباب المحمدية نعم هذوما المقابلات الآن الفرق مطالبة باش يمكن لها تقاد الأمور ديالها بقى 21 دورة لعبنا 8 ديال الدورة قبل من المونديال وبقى 21 دورة لعبنا 14 الدورة قبل المونديال في القسم الثاني وبقى 16 دورة من بعد المونديال اللي بغينا نشوفه يكون أحسن سي محمد بوطيح شفنا الدورة يعني ديال الأسبوع الماضي فالفروق اللي يعني بالملموس كانت كتشتغل وكان عنده استقرار خصوصا يعني. من الناحية الدينية شفنا الفتح انتصار خارج الميدان اتحاد تولوجي كان منهزم ورجع في اللقاء يعني القوة الدينية ديال هذا الفريق بالإضافة لأولمبيك أسفي نفس الشيء تنتحدوا عليه وشفنا هذا الفرق اللي الجيش الملكي دونك هذا الفرق هذه مهيئة وشفنا العودة ديال خريبكة بنقطة اللي كانت مهمة ربما لأن شفنا إلى أنا كنتمنى هذا المشروع اللي حطت خريبكة ديال الأكاديمية يكون في الواقع ما بيني فيك انا يمكن داروا شي مشروع ديال بناء حيت كنا كنسمعوا بزاف ديال الاتفاقيات ما بين الانديه المغربيه
وانديه اجنبيه، ولكن واش كتفعل هذيك الاتفاقيات؟ كنتمنى انا تفعل، لانه حنا محتاجين لهاد الاكاديميات، وبعوده الاطور ربما ديال الاولمبيك خريبكا، لانه كان كما هضرنا على الاولمبيك اليوسفيه كنهضروا على الاولمبيك خريبكا، رجعوا الاطور اللي في مكتب الشريف الفوسفات ربما، واللي غيصيروا الفريق باش يرجع للتوهج ديالو. دونك اللقاءات الاولى يمكن عطاتنا ملامح، ولكن الان الفرق اللي ما كانتش مهيئه فلازم عليها انها تكون حاضره في هاد اللقاءات، لانه هاد العشره ديال هاد الثلث الثاني كيكون هو المنعرج اللي دا فيه اكثر عدد من النقاط، فيمكن له هو غيكون في القمه، واللي مشاو ليه النقاط راه يكون في الاساس. العثماني اللي كنتمنى، انا اللي كنتمنى انه من بعد المونديال وفي 2023 اننا نشوفوا بطوله يعني بروح ديال المنتخب الوطني. علاش كنقول المنتخب الوطني؟ بغينا بطوله اللي نشوفوا فيها لاعبين اللي قدروا يكونوا في المنتخب الوطني، لانه لاول مره في تاريخ نقدروا ما نقولوش، ولكن بعد واحد المده طويله اننا كنشوفوا 12 لاعب في المنتخب الوطني من البطوله الوطنيه، وهذا شيء جميل. يعني الانديه مطالبه بتكوين، ومني كنقول تكوين يعني الفئات الصغرى نعطيو واحد العنايه. شفنا لحد الان ان البطوله يعني كاينين مجموعات، كاين مجموعه اللي استفدت من التوقف وكاين التوهج ديالها يعني غادي في الطريق الصحيح، وكاينين انديه اللي خاصها تجمع راسها. ومني كنقول لهاد الانديه منها اتحاد طنجه، مولوديه وجده، اولمبيك خريبكا. اتحاد طنجه كيظهر لي على يعاني ويعاني، هو الجمع العام ياك بالفعل غادي يكون الجمع العام ديال فريق اتحاد طنجه في نصف ديال هذا الشهر ديال شهر يناير. هذاك الجمع عام راه محطه مهمه، لان جا مكتب ومشى عاود جا مكتب وعاود فعل تمت. وعيب ان مثلا كنقولوا طنجه ونقولوا الفريق ديال، انا كنقولوا طنجه، كنقولوا طنجه العاليه، طنجه هي السفلى، وطنجه في المرتبه الاخيره. هذا بالاضافه ان الفريق الوداد البيضاوي انه نبغيه انه هذيك الهزيمه ما تاثرش عليه ويتم النسيان ديالها. علاش؟ لانه مقبل على المونديال يطوح، حنا بغيناه يكون احسن تمثيليه، والجماهير المغربيه تبقى دائما المسانده للفريق ديالها الوداد البيضاوي. هذا فريق قوي، هذا فريق كبير، كي مرض وما كيموتش، بحال دابا عندنا سي فاكير مريض الله يشافيه ويعافيه، ولكن الفرق الكبيره الحضور ديالها في هذا المونديال تو كنتمنى بانه يكون احسن تمثيل. كنتمنى التوفيق لجميع الفرق المغربيه، كنتمنى انهم يعطونا مردود تقني في المستوى، وتكون العنايه بالاطول المغربيه. استاذ عبد الرحيم، استاذ اسمح ابو السلا، انا كنتمنى الانديه الوطنيه بمختلف الاقسام ترقى لهذاك المستوى اللي خلفوا للفريق الوطني المغربي المشاركه في مونديال قطر. نعم، وكنتمنى لك الشفاء انت. شكرا. تغلب على هذه الصحه هذه. جلاله الملك محمد السادس نصره الله فوجه برقيه ديال التعازي الى الاسره ديال بيلي، فمن بين ما قاله جلاله الملك في حق بيلي، قال على ان مع وفاه بيلي فقدت البرازيل والعالم أحد أفضل لاعبي كرة قدم وأكثرهم موهبة. بيلي كان محبوبا في جميع أنحاء العالم، وساعد في جعل كرة القدم رمزا للإسلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب. يعني كتلعب الكرة ولكن عندك رسائل أخرى كتقوم بها. رسائل معبرة يعني، وخطاب وتعزية لهذا الرجل اللي كافح. نعم، ايضا ملي كنشوفوا الامهات ورشيد بن محمود بالامس، هذه بسرعه، رشيد بن محمود بالامس قال على ان جلاله الملك كان اصر على ان العائلات يحضروا في الشرق الاوسط. احنا ماذا فهمنا من هذا الدرس؟ على ان الحضور ديال السيدات وديال الوالدين ديال هذوك في الشرق الاوسط، الشرق الاوسط هي الخليج، كاين مجموعه من البلدان تما كاين اللي كانوا كيعتبروا على ان المراه المغربيه على انها خطفه ديال الرجال، على انها كتستعمل الشعوذه، على انها كذا كذا في الخليج، ولكن وكانوا كيعتقدوا على ان دوك الامهات اللي عايشين في اوروبا غادي يجيو لابسين شي حوايج، ولكن شافوا كيفاش هذوك السيدات. وهذا موضوع من مواضيعنا اللي غادي نرجعوا له ان شاء الله، هذوك الرسائل الكبرى. شكرا استاذ عبد الغني.
العثماني. شكرا سي ابو سالم. شكرا سي محمد بوطير. شكرا عبد الرحيم فاكر. شكرا استاذ محمد ابو سالم. ان شاء الله سنه سعيده من جديد.